اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا جدا في عالم العالم الاكثر جاذبيه، العالم الاتراكتيف، عالم جراحه التجميل. عالم جراحه التجميل ده عالم حلو قوي. وخلي بالكم بقى، انا اقول لكم حاجه، هي صح جراحه التجميل طبعا عليه عامل مهم جدا وبيشتغل شغل كبير جدا في اعاده رشاقه المراه، لكن المراه هي اللي بتساعده. المرأة عندها الثقافة، الوعي، تروح مبكرا، تلعب رياضة زي ما شفنا، عندها اهتمام ببشرتها، مش بقى جو المساحيق واللي هو بتاعة التجميل والمكياج ده هو اللي مسيطر على دماغها، لا، التصحيح الجذري، التصحيح الحقيقي. ولذلك في نجوم لما يعني تشوفهم بعد الحمل والولادة، اللي كتير من الستات يقول لك أنا بعد الحمل والولادة اللي عمل فيا كده. لا، مش الحمل والولادة اللي عمل فيك كده، إهمالك هو اللي عمل فيك كده. تاخرك في الرد على مشاكل الحمل والولاده، ما هو ده رد. وانت ما بتروحتيش لجراحه التجميل او ما روحتيش لجراحه التجميل الا ما وصلت لمرحله عنيفه جدا، حمل ولاده ورا بعضه ده خطر جدا برضه. لما نشوف كيم كارداشيان، كوراتني كارداشيان اختها ديت، بعد حمل الولاده حمل عمل مشاكل كبيره وزود الوزن زي ما انتم شايفين، بعديها ما فيش. ايفان راتشيل نفس الكلام، بعد حمل برضو والله ما فارق حمل من غير الحمل حاجة. لكن مثلا يعني كوين ستيفاني أو غوين ستيفاني بعد الحمل، هي برضو في الحمل ما كانش متأثرة خالص. الناس دي بتاخد بالها من نفسها قوي، يعني كيم كارداشيان نفسها، بس كيم كارداشيان بقى وهي حامل كان وزنها زايد وباين، وقلت بعد كده أو احتفظت بشكلها ورشاقتها، لكن الوش ما تأثرش. ميلا كونتيس برضو نفس الكلام، دي كانت رفيعه وهي حامل. ستات عندهم عامل رشاقه. شاكيره، طب تعالى نقف عند شاكيره شويه. ليه شاكيره بقى؟ لان شاكيره الحمل بتاعها وهي سنها مش صغير، سنها كبير، وهي هنا برضو سنها مش صغير، كبيره، ومع ذلك محافظه على رشاقتها. وطبعا لياقتها البدنيه ده مهمه جدا جدا جدا. طبعا هرجع تاني اقول لكم، ده مش دورها هي لوحدها، دي وراها جيش من جراحه التجميل. هي دايما يسالوا كل وقت نجوم في العالم كله، انت مين يا باشا او مين يا فندم جراح التجميل بتاعك؟ ده مهم جدا جدا جدا. ولذلك النهارده هنتكلم على جمال البطن، كمال الثدي، اكيد مع ضيفي العزيز، واحد من المبدعين في عالم جراح التجميل، اللي طبعا صاحب الباع المتميز والمهاره المتميزه جدا والحوار الممتع كالعاده، ضيفي العزيز يعني الذي نسعد جدا بوجوده معنا، الاستاذ دكتور حاتم السحار. اي عيان بيعمل عمليه في وشه بيبص على وشه في المرايه 300 مره في اليوم. عملية تصليح أنف بالجراحة المفتوحة أو بالجراحة المغلقة؟ ولا الحق للمريض إنه يعرف الفرق بين الاثنين؟ أحسن حاجة موجودة في العالم دلوقتي هي الدواء. لماذا أصبحت ترهلات الجسد بهذه الدرجة من الانتشار؟ زي كانت 50% بقت 80%، 30% زيادة دول سببهم العمليات السمنة اللي اتعملت. الأستاذ الدكتور حاتم السحار، أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. ضيفي العزيز الدكتور حاتم السحار، المبدع دائما، استاذ جراحه التجميل بكليه الطب جامعه القاهره. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. عجبتك الرياكشن بتاع الستات؟ الناس دي بتهتم بنفسها قوي. هي بتهتم بنفسها، ده جزء من شغلها. والاهتمام ده بيبقى وراه زي ما قلت جيش من ناس معينه، سواء نيوتريشن، سواء تغذيه، سواء رياضه، سواء جراحين تجميل، سواء ستايلينج، كل ده بيبقى وراه جيش هدفه ان يطلعها بهذه الصوره وتبقى ايقونه للناس. بعد الحمل والولاده اجزاء في الجسم بتتاثر، عايز اعرف هي ايه؟ اكيد على راسها زي ما انت هتقول الثدي. اكيد الثدي. بص، هو الثدي في 2019 بقى ليه اختلاف واضح في يعني في التعامل معه كعمليات جراحه تجميل للثدي. المفهوم اتغير لان في انواع من الحشوات طلعت جديده. طيب، الثدي نقطة مهمة عند المرأة، هو رمز الأنوثة عند أي امرأة. الراجل بيفرق عن ست، لو احنا كان بيقولوا دايما لو راجل وست في أوضة ضلمة مش هتعرف تفرق بينهم إلا بوجود الثدي، فهو رمز الأنوثة عند المرأة. ومن هذا المنطلق بقى ليه أهمية كبرى عند أي امرأة. فإذا الثدي هو محطة مهمة أو نقطة مهمة في جسم المرأة. طيب،
هذه النقطة المهمة لحد دلوقتي في تخوفات كبيرة قوي من سيدات على مشكلة الثدي. هي دايما عندها ثلاث حاجات بتفكر فيهم. اي حاجة هتتعمل في الثدي هتسبب اورام. انا مش عاوزة ابقى فيك. رقم ثلاثة، هل في تأثير على الرضاعة او الاحساس في الثدي بعد اجراء اي عملية من عمليات الثدي. فالثلاث مخاوف دول هم عند اي امرأة. يمكن بره في العالم الغربي او في امريكا وقت ما بشتغل الدنيا دي خلاص انتهت، انما لسه هذه المخاوف موجودة في اجزاء كتيرة قوي من الوطن العربي، او بنتكلم عند السيدات بالرغم من التوعية اللي موجودة. وفي سيدات كتير خلاص بقت الموضوع بالنسبة لها عمليات الثدي بقت عمليات كومن وايزي والناس ممكن تعملها يعني بسهولة جدا. ثلاثة دول جزء مخاوف عند الست نفسها. في مشكلة رابعة، بعد اجتماعي. البعد الاجتماعي بتيجي من عند الامهات. الامهات لسه لحد دلوقتي عندهم سطوة على بناتهم، مفيش عمليات ثدي. لا يا بنتي اصبري، وخصوصا اللي هم الثدي الصغير. ودي بقت مشكلة منتشرة جدا جدا جدا. اصبري يا بنتي هتخلفي، لما ترضعي شكلك هيتغير. هذه يعني المشكلة بتظهر اكتر بعد الجواز. البنت بتبقاش واثقة في نفسها، بتتجوز بتخلف وتضع مديش حاجة حصلت، بالعكس الموضوع بيحصل له يبقى اسوأ من هي كانت بنت، لان في الاخر حصل ان الغدد اللبنية كبرت وبعدين فضيت، فبقى الجل الثدي فاضي وصغير، بقى مترهل وصغير. فالكلام اللي سمعته في الاول واستند عليه سنين عشان توصل اللي هي عاوزاها ما حصلش. بقى ليها بعد اجتماعي، بقى أسوأ. بقى عندها مشاكل زوجيه، مشاكل زوجيه بسبب عدم ثقتها في نفسها، عدم ارتياحها لنفسها، فده بيأثر على البيت، بيحصل مشاكل زوجيه. فبقى الموضوع الثدي ده عند المراه بقى ليه بعد اجتماعي، والناس بقى مهتمه جدا بيه بقى. على فكره الموضوع اكبر مما تتخيل. على فكره هم حاطين في دماغهم الموضوع مسكوت عنه، يعني ده الكلام ده كان كلام انت مش متخيل خطير جدا. انا كنت في ده في بيبرز حالات انتحار. انا كنت بالظبط، انا كنت في سبتمبر في 2019 يعني من 4-5 شهور في هولندا، في هولندا كنت في شركه معينه من ذكري اشاني كانت بتكرمني على عمليات الثدي، وكان الكلام مع ناس منهم كان رئيس الجمعيه الامريكيه للتجميل على البعد الاجتماعي لعمليات الثدي عند المرأة. فالموضوع بجد مهم، لانهم حاطين في دماغهم المرأة مش نص المجتمع، المرأة مجتمع كله. هي اللي بتربي، هي اللي بتخلي البيت كويس، الفاميلي ايشو او مفهوم العيلة موجود من عند المرأة. طيب اول حاجة جديدة ظهرت، انا مش هاجي اقول ان تكبير الثدي بيتم بعد سن البلوغ بعد 18 سنة ليس له اي خطورة، لا يسبب امراض سرطانيه، بدليل ان السيدات اللي بتشيل الثدي بسبب الاورام السرطانيه بتحط مكانه حشوات سيليكون. مش هقول تاني ان هو ولا بيفرقع ولا احساس فيك ولا كان ده كله. الكلام ده كله المفروض ما يتقالش تاني. يعني هو خلاص العالم بقى بيفكر في حاجه ما بعد هذا الايه الكلام، ازاي اعلي التكنولوجي. طيب ايه التكنولوجي الجديده اللي ظهرت؟ التكنولوجي الجديده اللي ظهرت هم حاجه اسمها الترا لايت هايبوفايل. يعني ايه الكلام انا قلته ده؟ في فئتين من الناس كانوا مظلومين في عمليات تكبير الثدي. الفئه الاولى رقم واحد اللي هم البنات اللي هم فعلا ما عندهم ثدي خالص، انا اسف يعني في الكلام، بيبقى منظر ثدي عندهم منظر ذكوري. فبنقابل مشكله ان انا عاوز اعمل لها حجم ثدي وما عنديش الجلد الكافي اللي اقدر ارفع بيه او اكبر بيه حجم الايه الثدي. دي الفئه الاولى. الفئه الثانيه كانت ما بعد عمليات التكميم وتحويل المسار، يعني دول كتروا جدا. فاللي بيحصل الاتي، ان الثدي حصلت ترهلات وبقى فاضي وواقع. طيب هنرفعه ونعمل تكبير، بس المشكله الكواليتي بتاعت الجلد ضعيفه جدا بسبب العمليه. طيب يعني ايه كواليتي الجلد بتاعت ضعيفه جدا؟ ان هي مش هتقدر تستحمل مقاسات كبيره. حصل طفره في هذا الوضع بقى. وصلوا لمفهوم ان مش هممني الحجم اكتر ما يهمني برود الثدي قد ايه. بالبلدي كده الكوبايه دي 200 سنتي مثلا، بس مديه البروز ده كله. ما انا ممكن احط ال 200 سنتي دول في طبق بس مش هيديني اي ايه بروز. فاذا الحجم ليس الاهم، البروز هو الايه الاهم. ومن هنا ظهرت الفكره ان هعمل مقاسات
صغيرة، عشان كده كلمة ألترا لايت يعني أو وزنها خفيف، وز هاي بروجكشن ببوز عالي. يعني في مقاسات دلوقتي صغيرة جدا تدي مثلا البروز بتاع مقاس 280 يساوي بروز 450. فبقى الفئتين دول استفادوا، البنات الصغيرة اللي ما عندهاش مساحة حط فيها مقاسات كبيرة، لا هتاخد شكل ثدي كويس جدا ببروز محترم جدا، وحتى لو مساحة الجلد لا مش كبيرة تساعدني ان املى هذا المكان. وفي نفس الوقت السيدات اللي عملت عملية تكميم او تحويل مسار وكواليتي بتاعت الجلد بتاعتها ضعيفة، وبخاف احط مقاسات كبيرة عشان ما تاخدش الجلد وتصعد بيه، بقى ممكن احط مقاسات صغيرة ببروز عالي يرفع لي الثدي وفي نفس الوقت بيبقاش تقل على الجلد. مع الوضع في الاعتبار ان حشوات السيليكون ليس لها اي تأثير مرضي على العيان او السيدة، لا تسبب امراض سرطانية، بدليل زي ما قلنا ان سيدات بتوع الحمل وبتوع الكانسر بتشلهم الثدي بتحطهم بعد كده حشوات سيليكون، لا تؤثر على الرضاعة او الاحساس في الحلمة، ليس لها ملمس غريب، بالعكس دايما بنقول للست ايه اكتر واحدة بتحس بالثدي هي الانثى نفسها، فانت حتى بعد العملية تمسكي صدرك مش هتحس ان في حاجة ايه موجودة. والحاجة الرابعة اللي ظهرت اللي هو الترا هاي اكس الاكسترا هاي بروفايل، هو ده الكلام اللي بيتكلم الناس عليه. اشكال غاوند او الشكل المدور او الشكل الدمعي او الشكل التشريحي اللي يسموه الاناتوميكال او الغاوند، كل دي اللي احنا شفناها في الصوره اللي فاتت، الصوره اللي فاتت دي اللي قبليها او الصوره كانت هي فرق بين الاشكال. ده مهم الناس تعرفه برضه. هو في اشكال، في الغاوند وفي التيتراف او بيسموه الاناتوميكال او شكل، كلهم زي بعض. هي الفكره مش الفكره في الشكل، هو الفكره مين ينفع لمين. يعني هما الاثنين، انا بالبلدي كده عشان الناس تبقى فاهمه، انا عاوز اروح اسكندريه في الطريق الصحراء وفي الطريق الزراعي، في الاخر انا عاوز اوصل لايه؟ الاسكندريه. ايه اللي انسب لي؟ هو ده اللي بالدكتور بيحدده. سواء ده او ده الراوندد اللي هو المدور او على شكل الدمع او الشكل التشريحي، هو ده اللي بنتكلم عليه. هو كلهم نفس الكلام، بس الفكره كلها مين العيان اللي ينفع له الكلام ده كله. بشرط بقى حاجه مهمه جدا، هذه العمليه نصف ساعه فقط باذن واحد احد. يعني والله العيانه بتيجي بتودي على المدارس تيجي تعمل العمليه وتجيب العيال من المدرسه تاني عشان بس يبقى ناس ريكفري بتاعها، ريكفري مش تهريج. وطبعا دي من اكتر العمليات المرضيه بالنسبه للمريض، يعني هي 90% نسبه ارضاء، يعني مفيش عيان بيخرج منها مش مبسوط. عيانه العيان سوري العيانه مفيش عيانه بتخرج منها الا بتكون مبسوطه. احنا بنترجم كلمه بيشه بيشه. طيب الاهم ده كله في نوعيه اللعبه كلها او التريك بتاعت الموضوع كله في نوعيه السيليكون اللي بتتحط. دي اللعبه، هي دي اهم حاجه. فلازم المريضه احنا عن نفسنا يعني تبقى عارفه ايه النوعيه اللي هي بتحطها، ده رقم ايه؟ واحد. وكل النوعيات دي بيبقى معاها ضمانات ومعاها حاجات مش متخيله. الشركات دي مش شركات صغيره، شركات كبيره، لو حصل اي مشكله ما تقدر، يعني ما فيش لحد دلوقتي ريبورتد ان في مشكله حصلت من الشركات الكبيره. وهم شركتين ثلاثه على مستوى الايه؟ العالم كله، معترفين بيهم عالميا. فارجو من اي مريضه انها تعرف ايه النوعيه اللي تحط منها، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا بسلم العلب بتاعت الحاجه اللي انا حطيتها للمريض، بيبقى عليها السيريال نمبر بتقالها ورقم التسلسلي بتاعها وعليها الضمان بتاعها وعليها كل حاجه بتاعتها، لان دي حاجه تحط في جسمها. طيب السؤال الاشهر، هشيله امتى؟ ايه فتره صلاحيه مدى الحياه؟ مدى الحياه، الناس عندهم فكره غريبه جدا عن حكايه مدى الصلاحيه. الناس بتقول، في ناس بتقول اغيره بعد 5 سنين، وفي ناس تقول اغيره بعد 10 سنين. يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، الناس فاهمه الموضوع غلط. الستات فاهمه، السيدات فاهمه الموضوع غلط. وممكن زوجها يكون معاها، هو على فكره كتير قوي بيجي معاهم مع زوجها. يعني انا على فكره بقت كتير قوي الزوج، ودي حاجه كويسه ان الزوج يجي مع مراته ويقول لها عندنا مشكله وعاوزين نحلها او كلام كذا. طيب السيليكون لا يتغير بشرط ان هو نوعيه من نوعيات المعترف بيها ايه؟ عالميه. انما المراه هي اللي بتتغير. يعني انا جيت عملت عمليه، المراه عندها 20 سنه، هل هو شكلها اللي عند ال 20 هيساوي هو شكلها عند 50؟ لا كويس، وزنها هيختلف، وزنها هيختلف، جلدها هيختلف.
لو حصل اختلاف في الشكل بيحصل اختلاف بشكل بسبب العمر وليس بسبب السيليكون الايه. فساعات ده بقولك ساعات بنحتاج نعمل رفع على السيليكون الايه الموجود بسبب فعل السن على المريضه وليس فعل السيليكون على المريضه. فاذا الناس لازم تفهم ما فيش حاجه اسمها فتره صلاحيه للسيليكون. في حاجه اسمها ان احنا اللي بنتغير. وبصراحه يعني اغلبيه السيدات اللي بيبقى ثديهم صغير بيحصل لهمش الترهل الشديد قوي يعني بيحصل لهمش يعني ما شفناهاش كتير قوي يعني. انما لو حصل بعد 50 سنه 60 سنه 50 و55 سنه بيحصل اكيد السيده بتختلف شكلها بيختلف الثدي ممكن نعمل عمليه رفع بسيطه على السيليكون الموجود. فده الاساس بتاع عمليه تكبير الثدي. طب الترهل ما هو الترهل ساعات بيبقى عامل خطير. طيب الترهل ساعات بيضايق الست والراجل جوزها اكتر بكتير من كويس. هي الفكره كلها الثدي المراه لا يهمها حجم الثدي اكتر من شكل الثدي بالظبط كده. الترهل نوعين عشان بس يبقى الناس تبقى فاهمه. الترهل مع كبر حجم الثدي او الترهل مع صغر حجم الثدي. طيب ازاي اعرف ان عندي ترهل من غير ما اروح لطبيب؟ موضع الحلمه نيبلز والهاله اللي حول الحلمه ثابت عند المراه والرجل. دي بقى اول معلومه. طيب يعني ايه ثابت؟ يعني هو موضعه في نص المسافه من الكتف مفصل الكتف لمفصل الكوع. يمكن عند المراه نقول صابع او صابعين قليل. شكل الثدي النيبلز مع الهاله بتبقى باصه لفوق شويه والبر. ويبقى 40% من حجم الثدي فوق و 45% من حجم الثدي فوق و 55% من حجم الثدي لتحت. ده ببساطه الشكل الجمالي للثدي لو بنسميه فيناس بريست. فيناس ده آلية الجمال عند الاغريق. طيب وقعت الحلمه عن رمز الجمال. رمز الجمال عند الاغريق. فالفكره كلها احنا بنقيس بعد كده بنشوف الهالات وقعت لحد فين والنبرز وقعت لحد فين. طيب ده بنسميه سقوط في الثدي. مع كبر في حجم الثدي ده يبقى هنحتاج نعمل عمليه تصغير زائد رفع لعمليه الثدي. مع صغر في حجم الثدي يبقى محتاجين نعمل رفع للثدي زائد او ناقص وضع حشوات. كانوا زمان بيقولوا ممكن نعمل رفع بدون ما نحط حشوات. دلوقتي الحشوات بقت ضروره قائمه في عمليات رفع الثدي مش رفع وتصغير. انا بتكلم على رفع الثدي. ليه؟ الثدي اللي سقط الجلد بقى مشدود او الجلد فقط كتير قوي من المغونة بتاعته. شلت الجلد الزيادة ورفعت الثدي بس لسه الكواليتي بتاعت الجلد نفسها حتى بعد ما شلت الجلد لسه ضعيفة. فبنحط الحشوات مش عشان اكبر مجرد دعامة لهذا الجلد يمنع سقوطه مرة اخرى. فاذا رفع الثدي في كثير من الاحيان لازم يتحط معاه حشوات سيليكون. هذه الحشوات بتبقى مقاسات صغيرة ومقاس شكل معين عشان يحافظ على شكل الثدي ويمنع سقوطه مرة أخرى. حلو. نيجي بقى على الجزء الأهم. والجزء المغضي تصغير. ده اللي كان سؤالي بقى. تصغير الثدي. لأنه الست اللي عندها كبر حجم الثدي دي ست بتعاني من صعوبة في التنفس، انفكشن، ديسفيجر من شكل مش حلو، ساعات بتبقى عقدتها أكتر من الست اللي عندها صغر حجم الثدي. ده بالعكس. دي تصعب عليك. تصعب عليك بطريقة لا تتخيلها. أولاً في أمريكا وفي أوروبا في بعض الدول تصغير حجم الثدي عملية مغضية تخضع للتأمين الصحي. تخضع للتأمين الصحي. ده حاجة مهمة. بتتعالج تحت مظلة التأمين الصحي. كتير قوي من ولايات أمريكا بتتعالج تحت التأمين الصحي لأن بيعتبر ده مشكلة صحية عند المريض. جه الكلام ده من فين؟ كان في الأول كبر حجم الثدي سببه يسبب زي ما حضرتك بتقول مشاكل في التنفس بيحصل مع يعني تقل متعلق على فقرات الرقبة بيعمل تمميل في الإيدين بيعمل مشاكل غير الالتهابات الجلدية اللي بتحصل بسبب العرق والكلام ده كله غير الشكل اللي دمه تقيل. كل ده كوم وان الابحاث بتقول ان في علاقه بين كبر حجم الثدي وظهور الاورام في الثدي بقى دي ايفنت موجوده دلوقتي. هو الكلام بمنتهى البساطه ان كل ما يكون حجم الثدي كبير كل ما يكون فيه خلايا لبنيه كتير كل ما يكون معرض اكتر للاصابه بالامراض. فبقى تصغير حجم الثدي حاجه ملحه للمريض حفاظا على صحته وفي نفس الوقت حفاظا على الشكل بتاعه. طيب
المشكله المريضة. هو تصغير الثدي برضو، ما هو مش تصغير او ازاله الثدي في الرجاله هنتكلم عليه، لكن هي احنا بنتكلم على المريض. الفكره كلها العيانه بتيجي عندها كونسبت من كتر تعبها النفسي بسبب حجم الثدي كبير عاوزه تلغيه خالص. يعني عاوزه دايما الكلمه بتقلي في العياده، يا دكتور انا عاوزه اصغر حجم ممكن، لو تشيلهم خالص انت فاهم العكس. يعني تقول عكس اللي عندها الصغر بيبقى عندها رغبه. انا زهقت من اللي انا ايه فيه. المفروض انا بسمع العيانه، بس مش بس بسمع العيانه كلاما وليس فعلا. يعني انا بسمع كلام العيانه وبهديها بقولها بصي، هو انا مش ناوي اصغر حجم ثدي اخليه صغير، اصغر حجم ثدي ارجعه لك للشكل والحجم الطبيعي اللي يناسب مقاساتك. هتقولي مقاساتي ايه يا دكتور؟ مقاسات العظم بتاعك. احنا كجراحين تجميل لما بنيجي نعمل تكبير تصغير رفع اي حاجه للثدي لازم المقاسات بتاعتنا هي العظام، لان السيده ان هي ممكن تتخن تخس حاجه مش ثابته كجسما، انما العظم هو الحاجه الوحيده اللي عندها ايه ثابته. فانا يا ست الكل انا مش جاي اشيل الثدي او اصغرك الحجم شكله مقزز، لا احنا جايين نرجعك للوضع الطبيعي اللي انت كنتي فيه. طب العمليه بتعمل يا دكتور ازاي؟ لا بنعملك عمليه بيبقى فيه جرح بيبقى حوالين الهاله وبالطول وبالعرض زي حرف تي مقلوب كده. طيب بتشيل قد ايه يا دكتور؟ ده الكلمه بقى اللي ايه يعني بتشيل كام كيلو ده اي اول كلمه تقولها؟ بنشيل بما على فكره هنشيل بميزان، انا بتكلم جد، يعني من ناحيه دي ومن ناحيه دي نفس لازم يبقى بميزان، انا بتكلم بالجرام. انا بس ساعات او ساعات يبقى في اسيمتريه، يعني واحد اكبر من الثاني. ما هنتكلم بقى على الموضوع ده. يعني ايه كلمه اسيمتريه؟ جسم الانسان لو قسمته بالطول مفيش ناحيه قد الناحيه الثانيه. ايوه الفرق المقبول من 5 ل 10 ايه في المية. اقل من 10% اقل من 10% بالظبط كده. اكتر من كده بنسميه ايه؟ عدم سيمتريه في اي حاجه في جسمك. انما اصلا لو جبت الست بقول للست لو انت جبت خاتم اللي بيستيه في الصبع ده ونقلتيه هتلاقيه اما واسع شويه لما ضيق شويه من الصبع للصبع. فاذا هو في اختلاف حجم الثدي. دايما بيبقى الفرق احنا بنقيسها بالسنتي، سنتي 2 سنتي ده فرق طبيعي. انما غير كده بقى ده وضع ايه؟ مختلف وبيحتاج برضه بنظبط. يعني بنعمل تظبيط مع تصغير الثدي، بنعمل تظبيط لحجم الثدي ان الاثنين يبقوا شكل ايه؟ بعض. مور او ليس حتى لو في فرق يبقى الفرق الطبيعي اللي هو سنتي 2 سنتي. طيب. تيجي تقول لي طب يا دكتور الاحساس الرضاعه الجروح هروح امتى؟ هتروح نفس اليوم مفيش اي مشكله، وطبعا النتيجه بتبان وقتها. ما انا شلت اون سبوت. طيب هل هي الناس فاكره ان التصغير معهوش رفع؟ اغلبيه الناس اغلبيه السيدات بتيجي الثدي كبير فطبعا من كتر حجم الستريتش اللي فيه فالثدي بيوصل والله العظيم ساعات بيوصل للفخاد. انا بكلمك انا بتكلم بجد ربنا يكون في عونهم. دي مشكله ده مش ده بتقول لي يعني اكتر دعوات مع وزن كمان زياده يا ده اخطر دعوات بتاخدها من المريضه دي تقول لك انا الحمد لله خد باخد نفسي بنام على مخده. انا كنت بنام نص نومه. فتيجي تقول لك شيل على قد ما تقدر، هي بيبقى معاها دايما سكوت في الثدي، فدايما عمليات التصغير بيبقى معاها عمليات رفع للثدي. يعني الناس فاكره ان بصغره واسيبه زي ما هو، لا انا بصغره وبرفعه، انا في الاخر بسلمك الثدي بالشكل الجمالي اللي هو المفروض يليق على ايه؟ على جسمك. طيب الاحساس مفيش تاثير في الاحساس، الرضاعه ان شاء الله مفيش تاثير في الرضاعه. طب الجروح الثدي على مستوى العالم من الاماكن اللي في جسم الانسان من رحمه ربنا سبحانه وتعالى لا تترك اصلا الجروح اللي بتعمل ايه؟ فيها. فاذا تصغير السد لا يترك اثر كبير على المرأة، وغالبا هذه الاثار بتختفي مؤرس بنسبه 99% ما بيبقاش فيه اثر لهذه الجروح. انت ابدعت النهارده والله العظيم ابدعت. ابدعتنا في جوله متصله منفصله. الحقيقه الحوار كله متصل منفصل، لازم تتفرجوا عليه كله مع بعض من اول ما اتكلمنا على الثدي قبل كده والبطن، والنهارده اتكلمنا في البطن خدنا الثدي لوحده والبطن والانف. النهارده انت فسحتنا فسحه جامده جدا بجد. ربنا يخليك يا رب يكون بس يا رب يكون بس ناس. انا صدقني انا دكتور ايمن انت من احسن برامج مش الطبيه التعليميه. ربنا يخليك ليا اللي الناس تفهم الحقيقه فين. انت اضافه عظيمه. لا لا ربنا يخليك انت الاساس. لا لا الحقيقه فين؟ انا كان هدفي ان الناس تفهم الحقيقه فين لان الوهم بقى كتير.
الوهم بقى كتير والوعود الكاذبة كتير والتفاصيل الكاذبة كتير. قليل جدا جدا في العلم وقليل جدا عندنا احنا في الفيلد الطبي لما نسمع جراح سمنة بيتكلم في جراح تجميل، ده قليل جدا. إذا very 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 shameful، حاجة مخجلة مخجلة يعني في جراحة التجميل في الجراحات عموما، ان حد يتكلم على جراحة ويقول بتخدير موضوعي، وهي الكلاسيكية فيها انها تكون بتخدير كلي عشان الاتراكشن والجاذبية الغرورية اللي ملهاش معنى، برضو شيء مش حلو. طبعا إضافة عظيمة جدا في عالم الإعلام الطبي وجود ضيف العزيز الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أستاذ واستشاري جراحة التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو الجمعية الأمريكية والمصرية لجراحات التجميل والحروق، الاسم المتميز، صاحب الحضور الرائع جدا والحوار اللي بيضاف له دائما النكهة الاجتماعية. دي ميزة عظيمة جدا لا يخلو منها يعني الحوار دائما في جراحة التجميل. حتى الكتاب الدراميين اللي كتبوا جراحة التجميل في أمريكا كانوا دائما بيضيفوا النكهة الاجتماعية كأنهم بيقتبسوا. لا لا نورت ربنا يخليك يا دكتور، خليكم دائما مع دكتور. أهلا بكم حقيقة على الهواء مباشرة في وقت مهم جدا جدا، مش بس مصر ولا الأمة العربية ولا أفريقيا ولا الوطن العربي، لا للعالم كله، العالم كله، العالم كله دلوقتي لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، معركة مع الكورونا، فيروس كورونا. أول كلمة هقولها اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت، موضوع مهم جدا 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 إن أنتوا تقعدوا في البيت. وتاني كلمة هقولها قبل ما أدخل في الكلام، بلاش نسمع للناس اللي بتفتي، الناس اللي بتخرف، الناس اللي مش مسؤولة. خدوا المعلومات من المصادر الموثوق منها، منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة المصرية، مسؤولين المصريين والمسؤولين العالميين. خدوا المعلومة من المصدر الصحيح. تاني معلومة أو تالت جملة قبل ما أبدأ برضو أتكلم في الجنرال عن الكورونا أو عن هذا الفيروس، إنه الموضوع مش تهريج ولا سهل، ولا المفروض إن إحنا نترعب قوي قوي فنقوم بأفعال فيها تحت وطأة الرعب قوي، ولا نستهون فبرضو نعمل مشكلة كبيرة جدا لينا أو لناس بنحبهم. الموضوع مهم جدا جدا جدا. الدولة المصرية قدمت الكتير في الفترة الأخيرة، كتير قوي. علينا احنا على المواطن المصري انه يكون عنده درجة، لانه هذه الحالة تستلزم مواطن من طراز واعي جدا، مش لازم يكون مثقف جدا ولا فاهم قوي، بس واعي قوي. الفيروس ده فيروس، اي فيروس على فكرة دايما جملة او كتير من الفيروسات دايما نقول جملة في بدايته، نقول ايه؟ ده فيروس مش قوي قوي. التعبير ده مش صح علميا، التعبير ده مش صح علميا. مفيش حاجة اسمها تقول الفيروس ده قوي قوي ولا ضعيف، ولا لانه في سيتويشن مميزة. هو طبعا في فيروسات اقوى منه، يعني انا قلت لكم قبل كده مثلا السارس، السارس القديم اللي هو الكلاسيكي ده اقوى، الايبولا اقوى، لكن هذا الفيروس لازم ناخد بالنا عوامل كتيرة مهمة قوي. هو قوي ولا ضعيف بالنسبة لمين؟ بالنسبة لي ولا بالنسبة لك ولا بالنسبة لفلان؟ في عامل مهم جدا اسمه الإنسان. كمان فكرة سرعة الانتشار بتاع هذه الحالة، بتاع هذا المرض. المرض ده فيه علامات استفهام كتير عليه، علامات استفهام مش ليا، علامات استفهام للعالم كله، في حاجات مش مفهومة لغاية دلوقتي عليه. سرعة انتشاره ليه هذه الدرجة من سرعة الانتشار؟ دي نقطة مهمة قوي. الفيروس بينتقل بالدروبلت انفكشن، بالرذاذ، وده هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل، ويدخل واول محطه له هنا في الحلق. عشان كده اول حاجه لازم تعملها كتير اول يومين دول انك تشرب ميه كتير. ده عامل مهم جدا. الميه هتاخده الفيروس في مستقبلات، على فكره لو شفنا شكله الفيروس له سبايكس، هو لو ليه سموه الفيروس التاجي؟ عشان هو المفروض كانوا يسموه الفيروس الشوكي، لانه له اشواك، سبايكس زي اشواك كده.
دي هي اللي بتدور على مستقبلات. فأول ما بتدخل بتدخل هنا 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 تبدأ تستنى شوية على أمل لها توصل لهدفها. هدفها هو ده، هو الألفيولاي، هو الحويصلات الهوائية، هي الرئة، ده الهدف الأساسي ليها، لأن هنا المستقبل بتاعها، مستقبل موجود على نوع من الخلايا، نوع من الرئة. لما تيجي تمشي وراها تلاقي تفرح القصيبات الهوائية بتاعه، وفي الآخر فيه حاجة اسمها حويصلات هوائية. حويصلات هوائية دي اللي بيحصل فيها تبادل الغازات اللي انتم شايفينها قدامكم دي، لا دي ده الفيروس اللي انت هتشوفوها دلوقتي. الحويصلات الهوائية دي مهمة جدا، هي دي زي ما بيقولوا ال 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 المحطة اللي عايز لها يروح الفيروس. شوف الفيروس عامل زي بالظبط، اقول لكم ايه، سبايكس عليه زي شوكات. طيب لو انت شربت ميه كتير الفيروس هيدخل للمعده، وده هيقلل فرصه وصوله لللنج للرئه، لكن في حالات هيوصل الرئه. لو وصل الرئه سيبكم الفيديو بقى وخليكم معايا، خليكم بقى نرجع هنا عشان الحتتين اللي هقولهم دول قبل ندخل في كلامنا هما المهمين. سيبك من الفيديو ده خليكم معايا. الرئه انت عندك جهاز مناعه، جهاز مناعه لو كويس، وكويس دي نحط تحتيه 500 خط كويس، يعني حضرتك بتلعب رياضه كتير، يعني حضرتك عندك جهاز مناعه كويس، يعني حضرتك ما بتاخدش ادويه تثبت المناعه، ما عندكش حاله تاثر على المناعه، انت مناعتك كويسه، خلاص ان شاء الله هنقضي على هذا الفيروس. خط مناعه اول بيطلع من خلايا كتيره اشهرها اسمها الماكروفاج، ليوكوسايتس، بتدخل على الفيروس وتحاول تتعامل معه. في اللحظه دي هي بتاخد منه جزء، بتاخد من بروتين الفيروس جزء وتبعته لحته في الجسم غالبا النخاع، يبدا يكون مضادات تجاه الفيروس. المضادات الاولانيه مضادات عشوائيه شويه، بتضرب في الفيروس ما هي مش عارفاه، هي بتضرب في اي حاجه، هي حاسه ان في حاجه غريبه. لكن المضادات الثانيه مضادات سبيسيفيك خاصه بالفيروس، بتطلع له وتقتله. لكن المشكله ان تصنيع المضادات ده ممكن يطول، ممكن ياخد 5 ايام، ولو مناعتك ضعيفه هيطول اكتر من كده. ساعتها انت بتبقى انت والفيروس وجها لوجه، وهي دي الفترة الزمنية المهمة، فترة الخمس ست ايام دول هي الفترة اللي ممكن الفيروس يلاقي نفسه الى حد ما مطلق التأثير على الرئة. فهنا لازم ناخد بالنا من عدم المخالطة. الفيروس في تأثيره على الرئة موضوع معقد وطويل، بيأثر على الحويصلات الهوائية بطريقة معقدة وطويلة، لكن مضمونها انه ساعات يستغل خلايا بترد على المناعة بطريقة فيها نوع من الخبث الشديد. خلايا بتطلع تشتغل حاجة اسمها انترلوكين 1 وانترلوكين 2، مش عايز ادخلكم في تفاصيل صعبة، لكن هذه الخلايا ممكن تزود حساسية ونفاذية، او هذه المواد ممكن تزود نفاذية الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائية، وبالتالي يدخل جوه الالفيولاي مواد اسمها الترانسوديت، وتزود الحساسية اكتر واكتر، او تزود البرميابيليتي النفاذية بتاعة الالفيولاي. دي هي المشكلة، الكابيلاري دي اللي هي الشعيرات الهوائية، الشعيرات الدموية اللي فيه مبطنة جوه الحويصلات الهوائية. لو حصل ان نفاذيتها زادت وبتزيد على مرحلتين، في المرحلة الاولانية تعمل شوية ترانسوديشن يعني شوية مية، في المرحلة التانية في لو زاد الالتهاب تعمل اكسوديشن، وده معناها ان الالتهاب الرئوي وصل لمرحله عنيفه تحتاج الى تدخل بمساعدات تنفس. الانسان مش عارف يتنفس كويس، لو كبير في السن او عنده مشكله مناعيه كبير قوي في السن، ومش كل كبير في السن مناعته ضعيفه، في ناس كبار في السن مناعتهم كويسه جدا، وفي ناس كبار في السن عمرهم البيولوجي مش هو يساوي عمرهم الحقيقي في البطاقه، ممكن يبقى 70 سنه، لكن عمره البيولوجي لياقته البدنيه وصحته كأنه عنده 40 سنة، لكن برضو لازم نخاف عليهم، لازم نقعد في البيت، لازم نحذر من الارتباط ببعضنا البعض. اللي حصل في إيطاليا حصل بسبب استهتارهم، انتشار الفيروس في إيطاليا حصل بسبب الاستهتار. وبرضو هقول تاني، محدش يتكلم على دواء كده اجتهادي في الفيروس. نقابة الأطباء أصدرت تقريرات، أو هي موجودة القوانين بتاعت النقابة من زمان، لا ينبغي الحوار عن أي دواء بشكل اجتهادي أو بشكل متفرد،
لازم ده يتم من خلال المصادر الحكومية والمصادر المسؤولة المباشرة للحديث عن الدواء. فمفيش داعي للفتي في السوشيال ميديا، ومش أي حد يطلع على السوشيال ميديا يتكلم وخلاص، لازم يكون عنده فهم أو ميديكال باك جراوند، دكتور طبعا يكون، بس يكون فاهم هو بيتكلم عن إيه بالظبط، ويعرف حدود الكلام. أنا حدود الوضع الكلام بتاعي لغاية هنا، المتخصصين يقدروا يكلمونا بشكل أكبر في هذه الموضوع. أهلا بكم. أنا في رأيي أن الراجل محاصر يا جماعة، أنا في رأيي أن الراجل في زماننا دوت يعني باللغة البسيطة خالص الله يكون في عونه، لأنه العوامل التي تؤدي إلى إحداث مشكلة في القدرة الجنسية، لأنه دلوقتي كلمة ضعف جنسي كلمة بتختفي شوية من الطب دلوقتي، هي بيسموها الريكتايل ديسفانكشن، عدم القدرة الجيدة على الأداء الانتصاب المناسب، ده المعنى العلمي. محاصر بأكتر من عامل، ما بين عوامل في الكوليسترول وضغط الدم والسكر، دي تقدر تقول كده هجوم من أشياء إحنا ما نقدرش نتفاداها في معظم الأحيان. ضغط ممكن تتفادى لو أنت رياضي قوي سليم قوي، لكن في الوزن الزايد وفي العوامل الجينية السكر والضغط. لكن في عوامل تانية، توتر، الاكتئاب، المخدرات والتدخين، دي عوامل أنت بتجيبها لنفسك. فالإنسان أو الراجل الزمن ده زي ما نقولكم محاصر حصار عنيف من حاجات، من الأمراض التي تؤثر على القدرة الجنسية، وأيضا محاصر بسبب أنه ممكن يدخل في ديليما خطيرة جدا اسمها أنه يجيله اكتئاب بسبب الضعف الجنسي، فالاكتئاب يزود الضعف الجنسي، ياخد أدوية اكتئاب فيتأثر على القدرة الجنسية، حاجة مخيفة للغاية. يبدأ راجل مرحلة العلاج اللي هنتكلم عليها بالتفصيل النهاردة، لكن قد يكون العلاجات الدوائية أو الحقنية مش جيدة مش مفيدة، فنصل إلى مرحلة معينة يبدأ تساؤلات كتيرة تدور حواليها، ومرحلة إنه يركب دعامة. هل الدعامة هي الطريق الأول؟ لا، ده الطريق الأخير. الطريق الأخير لمين؟ طب تصلح لمين؟ طب ما تصلحش لمين؟ طب الدعامة ليها مضاعفات، مين اللي يركبها؟ مين اللي يتعامل معاها؟ طب ليه حالات فشلت في الدعامة؟ واحد ركب دعامة وطلع مش بيقول لا أنا ما اتبسطش، لأنه ركب عند غير متخصص، ولا ما كانش يصلح له، ولا تركبت بشكل غلط، ولا كان نوع أنه الدعامة نفسها مش جيد. أسئلة كتيرة قوي في المنطقة دي. خلي بالكم، أنا بدأت الكلام بأن الرجل محاصر، وده هيكون أول سؤال غالبا في حواري مع ضيفي العزيز. ضيفي العزيز اسمه متميز في عالم التعامل مع هذه الموضوع المشكلة الطبية الكبيرة، عالم الذكور، اسم علمي متميز للغاية، هيسعدني بحوار أكاديمي على مستوى راقي. طبعا هو الأستاذ الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة قصر العين، واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية. أهلا بيك دكتور أحمد. أهلا دكتور عين، نورني. الله يخليك. عايز أبدأ الأول بكلمة الضعف الجنسي، هل أصبحت كلمة مندثرة؟ يعني دلوقتي الامبوتنس اختفى وحطينا بدلها في الكتب كلمة اريكتال ديسفانكشن، ولا لسه موجودة؟ لا، هو طبعا فكرة امبوتنت دي بطلنا نستخدمها خلاص. الكلام كله على اريكتال ديسفانكشن، وهو مرض الحقيقة دلوقتي بقى زي ما حكيت كده قلت، نتيجة الضغوط العالية، نتيجة الأمراض المنتشرة، بقى مرض شائع. لكن دايما زي ما نؤكد ان هو شائع، هو كمان له حل. عشان كده دايما لما بيجي لي مريض ويقول لي يعني انا كده يا دكتور مانيش حل خلاص، يبقى انا كده خلاص كده انسى الموضوع ده، بنقول لا دايما انه لا، العلم تقدم جدا، بقى عندنا وسائل كتيره ممكن تحل المشكله. فعشان كده دلوقتي بقى مصطلح الضعف الجنسي على قد ما هو منتشر، على قد ما دايما بنقول انه ليه حل. مريض هيجي لك عملنا له الاشعه عنده حاله مرضيه، هتبدا تختار او ترسم قدامه الهرم العلاجي او الاساليب العلاجيه. دايما المريض بيطلع في كتير من الاحوال يقول لك انا تايه مش عارف اتعالج ازاي، هل لان الدكتور ما شرحلوش، ولا هل لانه ما راحش المتخصص؟ الحقيقه الاولانيه احب ان ما راحش المتخصص. مشكلتنا برضو في المجال بتاعنا يا دكتور ايمن انه اللي بيتكلموا فيه كتير، ومش دايما بيكون عن تخصص. المريض مش هيطلع تايه لو انا شخصته صح
وضحت له درجة الضعف اللي موجودة عنده، شرحت له فرصه في كل طريقة من طرق العلاج، هيبقى واخد قراره على بينة وهيبقى موضح له كل الأمور. بنرجع تاني لنفس النقطة، التشخيص هو الأهم. أنا بعديها أقدر أقول للمريض، احنا دايما بنتكلم إن احنا عندنا 3 طرق لعلاج الضعف الجنسي. العلاجات الدوائية، وهي مش بس إن المريض ياخد منشط جنسي، لأن دي مفهوم خاطئ للعلاج الدوائي. ده علاج دوائي كامل مكمل لبعضه، يشمل أدوية لزيادة ضخ الدم، يشمل ممكن علاجات هرمونية. الحاجة التانية الحقن الموضعي، دي طريقة القديمة الجديدة. وأخيرا التدخلات الجراحية اللي هي زرع الدعامات. الحكاية بتعتمد هو احنا واصلين فين في درجة الضعف. بمعنى لو أنا قدام قصور بسيط في ضخ الدم، ده ممكن علاجه بالعلاج الدوائي، لكن في بعض الأحيان بيبقى الوضع متقدم شوية أو متأخر خلينا نقول شوية، فده بيستلزم إجراءات أكثر تداخلية قد نصل فيها لمرحلة الدعامات. طيب هنروح للدعامات، بس أنت قلت جملة أثارت فضولي جدا، الحقن القديم الجديد صح؟ والأدوية اللي مش بالشرط بس تكون محفزات لتوسيع اللي هو أنتي فوسفودي ستريس إنهيبيتورز صح؟ بالظبط. احكي لي بقى بسرعه قبل ما نروح للدعامات. احنا حاليا يا دكتور ايمن في يعني كنا لسه عندنا مؤتمر الجمعيه الاوروبيه للصحه الجنسيه، والوقت اللي احنا فيه ده بيسموه ذا ايرا اوف ذا بور ريسبوندرز، او عصر الاستجابه الضعيفه على المنشطات الجنسيه. احنا عندنا ازمه كبيره حصلت من ظهور هذه المنشطات، ان تم استغلالها بشكل سيء للغايه، لدرجه انها بقت بتتاخد من صديق لصديقه او صيدلي لواحد معدي بدون الرجوع للمتخصص. فبنشوف كل يوم في عيادتنا ناس بتاخد الحبايه بقالها سنين وفجأة ابتدى التأثير بتاعها يقل، قد تصل ودي مش مبالغة ان مريض بياخد في المرة 4 حبات ومش جايب نتيجة، وابتدى يفكر انه دلوقتي ممكن يزور دكتور. فده ادى لايه؟ محدش بقى بيستجيب على الحباية بنسبة كبيرة، era of the poor responders. فرجعتنا لوسيلة كنا بنلجأ لها قبل ظهور هذه الأدوية اللي هي الحقن الموضعي. عشان كده هو القديم الجديد، هو كان موجود من اول السبعينات، مع نهايه التسعينات بظهور الفوسفودايستريز انهيبيتورز تراجع، لكن حاليا نتيجه البور ريسبونس على الادويه دي الاستجابه الضعيفه عليها رجعنا له تاني. والنقطه المهمه فيه بعد اذن حضرتك، لانه برضو ناس بتسيء فهم النقطه، هو مش معناه ان كل الناس بتستجيب عليه، حسب درجه الضعف. امتى العيان يعمل دعامه؟ يعمل دعامه لو درجه القصور اللي موجوده لا تستجيب على علاجات دوائيه او حتى حقن موضعي. وفي نقطه انه في بعض الناس بتيجي تقول لنا طب بص يا دكتور، لان الحقن الموضعي مش كل الناس بتحب فكره الحقن عند اللزوم. فلو الاستجابه على العلاج الدوائي كانت ضعيفه والحقن الموضعي جاب استجابه ضعيفه او مرفوض كوسيله علاج، يبقى ساعتها لازم هلجأ للدعامه. اللي يحدد ده المريض والدكتور حسب درجه القصور، مش مجرد رغبه مريض. انا بيجي لي كل يوم ناس يقول لي انا عايز اركب دعامه يا دكتور. لا، انا طبيب مش فني، فانا بركبها لك لو انت طبيا تحتاجها. أنا عايز أأكد على النقطة دي، بس أنت قلت نقطة علمية حلوة، حوارك ما شاء الله يعني ممتع بالنسبة لي علميا جدا. الحتة اللي أنت قلتها، الدعامة إذن ليست بعد تجربة دوائية، يعني إيه؟ يعني مش بديله الدواء فما يستجيبش فلجأ للدعامة، ده أنا من الأول ممكن أحدد إنه ما ينفعلوش. بالظبط كده، بالظبط كده. دي نقطة في غاية الأهمية. في بعض المرضى بيجوا يقولوا لي بس يا دكتور أحمد أنت قلت إن إحنا ممكن نجرب دواء الأول. بقول له أنا كأمانة مني لازم أقول لحضرتك إن حالتك دي مش هينفع معاها دواء، وإن أخدان الدواء فيها تضيع للوقت وإهدار لوقت ولفلوس. حالتك تستوجب تدخل جراحي مباشر. اللي بيحددها مش أنا ولا حضرتك، اللي بيحددها طبيعة حالتك اللي مبنية على الفحوصات اللي احنا اتفقنا إنها يجب أن يقوم بها متخصص. من أكتر العمليات اللي حواليها جدل وحواليها أسئلة كتيرة، فأنا عندي كم أسئلة كتيرة جدا. السؤال الأول، يعتقد البعض أنه بعد الدعامة يذهب الإحساس، الرجل يتحول إلى إنسان آلي، وده تخوف كبير جدا عند الراجل وربما عند الست كمان. دي حقيقة، دي حقيقة. حقيقة أنه الموضوع ده عاري تماما عن الصح. دايما بقولها للمريض عندي، الدعامة فقط هي بتحل الجزء الخاص بالانتصاب، أما الإحساس، الشهوة، القصف، التبول. يعني بيجي مريض يقول لي يا دكتور أحمد هو أنا لو ركبت الدعامة هينفع أخلف؟ آه طبعا هينفع تخلف يا فندم، لأنه ملهاش أي دعوة بالمجرى المنوي، ملهاش أي دعوة بالخصية، ملهاش دعوة بإحساسك بمتعتك بالنشوة سواء ليك أو لمراتك. تماما هي بعيدة عن الموضوع ده. السؤال الثاني خاص بالمرأة، يعني برضو يعتقد المرأة وتعتقد المرأة إنه إنها هتكون بعيدة كل البعد عن المتعة. ده أنا دايما بقولها برضو للمريض، حضرتك بعد زرع الدعامات أنت بالنسبة للزوجة بتمارس الجنس زي ما طول عمرك بتمارسه، مفيش أي اختلاف بيطرأ هي هتحس بيه أو هيخليها تشعر بعدم ارتياح. في ناس بتتخوف من الدعامات كفكرة علمية، خصوصا المتبحرين في العلم،
يقول لك ده جسم غريب هيتحط جوه جسمي، فانا خايف من الانفكشن من العدوى، وده فكر علمي. الحقيقه ان النقطه دي مسار جدل كبير، والحقيقه ان الناس عندها حق فيها شويه، لانه دايما وريه بيقول لي طب والجسم هيتقبله يا دكتور ولا لا، ودايما بؤكد انه الجسم هيتقبله طالما ان العمليه اتعملت في ظل ظروف مهيئه. اهمها مثلا يعني انا وحضرتك اكيد سمعنا كتير عن مرضى عملوا عمليه دي ممكن يكون حصل لهم مشاكل. اغلب هذه المشاكل بتيجي نتيجه يا اما ان المريض داخل مش متحضر كويس، واشهر حاجه يا فندم السكر. اكبر غلطه بتتعمل ان دكتور يدخل مريض يعمل العمليه على سكر مرتفع. انت بتزود الريسك اوف انفكشن او حدوث الالتهابات بنسبه مرعبه. قد تحتاج في بعض الاحيان لازاله هذه الدعانه. الحاجه الثانيه المهمه ودي بنؤكد عليها بشكل كبير قوي، مكان العمليه. العمليه دي انا بسميها دايما العمليه اللي بالشوكه والسكينه، يعني على قد ما هي سهله وبسيطه ما تاخدش وقت، لكن لازم تتعمل بحرص شديد. اهمه التعقيم اللي موجود في المكان ده. التعقيم هو بيلعب دور كبير في ان الموضوع يعدي بسلام وبخير من غير اي مشاكل. مشكلتنا برضو في بعض الناس حصل لها مشاكل انت عملت في اماكن غير مجهزه. عمليات ده انا اللي قلته في الاول، لكن مش معقمه، مش معقمه كويس. وعشان كده دايما بنسترس على موضوع التعقيم ده في غايه الحماية. ازاي العمليه؟ في ناس كتير في العمليه ديت ما عندهمش خبره، يعني معلومه انه العمليه بتتم ازاي. احنا يعني برضو لازم نفهم انه ليس في العلم حرج، واحنا بنراعي جدا، احنا بنتكلم في مجتمع شرقي، بس لازم الناس تفهم لانه ده جزء علمي ما حدش عارف يشرحه غيرنا. يعني لما احنا ما نتكلمش فيه، ونقطه ثانيه هنتكلم فيها في الاخر، انه مريض الضعف السكشوال ديسفانكشن بيتعرض الى عوامل نصب كتيره جدا. سيبكم من عوامل النصب الكلاسيكيه اللي هو العشبه ومش عارف ايه والبتاع بتبع على الطريق، لا، في ناس بقى بتفتح مكتب بيقول لك ايه، مكتب العلاقات الزوجيه، هو مش دكاتره وبيتكلموا في العلاقات، نصائح استشارات زوجيه، دي حقيقة. مكتب استشارات زوجيه، انا مش عارف ده بين قوسين عياده ولا ده ايه. والله انا مش لاقي له توصيف الحقيقه، لكن دي مشكله كبيره لانها بتخلي المريض يمشي في سكه مش هتوصله لاي نتيجه، بالعكس هتضيع عليه وقت اكتر، ممكن يخلي الموضوع يتدهور اكتر، وفي الاخر ما بيوصلش لاي حل. كم سؤال برضو مهمين قوي، هل سرعه القذف او البرود الجنسي يتحسن بالدعامه؟ السؤال ده برضو في غايه الحماية. الحقيقه لا، لانه الدعامه تعالج فقط الانتصاب، لكنها قد تفيد في موضوع سرعه القذف في نقطه، انه دايما الشكوى اللي بتجيلنا انه نتيجه الضعف، لانه اغلب مرض الضعف ياتي مصاحب ليها سرعه القذف، انه بمجرد القذف بيختفي الانتصاب. الدعامه فكرتها مختلفه، اولا جزء كبير من العامل النفسي بيتحسن بوجود الدعامه، فده بيخلي الوضع بتاع سرعه القذف يتحسن. الحاجه الثانيه المهمه انك حتى لو المريض قذف ما بيفقدش الانتصاب بتاعه، فيقدر يواصل العمليه لحد ما الشريك يصل المتعه بتاعته. فكره الرغبه لا طبعا ملهاش اي علاقه بالرغبه او البرود، لانه هي فقط بتحل الجزء الميكانيكي في الموضوع. اما الرغبه والشهوه دي عامل نفسي ملوش اي علاقه بالدعامه. هنتكلم عليه الحلقه الجايه ده. بالزبط. لكن بالزبط. هي وان داي اوبريشن، اتس ان وان اور اوبريشن، وان اور يعني هي العمليه كلها ساعه. المريض بيخرج بعديها في نفس اليوم مجرد ما يفوق من البنج، وغالبا بيكون بنج خفيف لان احنا ما بناخدش وقت، بيروح بيته في نفس اليوم. الموضوع في غايه البساطه طالما اتعمل بيد متخصص، طالما اتعمل في مكان صح في احتياطات صح. ايه الروشته الاخيره، التلغراف الاخير اللي تحب، لو تلغراف واحد، لو طلبت منك تلغراف واحد بس هتبعته للناس اللي عندهم تساؤلات حول هذه الموضوع؟ نصيحه دايما بقولها حضرتك، لما تشعر بوجود اختلاف في المعتاد عندك فيما يخص جزئيه الانتصاب، رجاء 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 ما تعديش على الصيدليه اللي جنبك، رجاء ما تكلمش صاحبك في الشغل ولا صاحبك على القهوه، لو سمحت الجا لمتخصص. احيان كتيره بيكون الموضوع لسه في البدايات بيتلحق، احيان كتيره بيكون الموضوع انه ما فيش مشكله عضويه اصلا والموضوع كله نفسي ونقدر نخليك ترجع تاني لوضعيتك التانيه. فالنصيحه اللي دايما بنقولها الجا للمتخصص. اخد الدواء في الحاله دي ممكن يكون خطر جدا، جدا. زي ما انت قلت دكتور احمد انه ممكن يكون بياخد دواء يتعارض مع السلندلافيل، النيتريت يتعارض مع السلندلافيل لو تاخده في نفس اليوم يعني، وطبعا معظم النيتريت بتاخده في نفس اليوم وانت مش عارف، النيتريت دواء قلب، فلازم ناخد بالنا جدا من انه ما اخدش دواء من غير اشراف طبي ارجوكم. اللي ضغطهم منخفض السلندلافيل بيقلل الضغط،
هيبقى ضغطه منخفض وياخد دواء يقلل ضغط ساعه العلاقه. اشكرك على هذه المعلومه. عكس الاعتقاد السائد انها بترفع الضغط. لا 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 بالعكس ده بيقلل الضغط. ده, 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 ده اساسا هو كان دواء فازودايليتور للقلب والبلمونر وبيحسن ده من ادويه البلمونر هايبرتنشن. يعني ما تستغربش لما ست يكون عندها ارتفاع ضغط الوريد الشريان الرئوي ونكتب لها في الرعايات. بيحصل الكلام ده دكتور ايمن في الرعايات كتير. مره كتبت لحد رجع لي بالروشتة زعلان جدا. جدا دي حقيقه. وجوزها يعني انت كاتب لها ليه؟ تنورتنا واسعدتنا بحوارك العلمي. دايما الاكاديميين لهم اسلوب متميز وهذا هو الحوار الذي افضله دايما مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عادل مدرس امراض الذكوره بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل الجمعيه الاوروبيه للصحه الجنسيه كان ضيفي فيه الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. اهلا بكم. اكيد في ازمه كورونا كل اسره بتخاف على اطفالها، كل اب وام خايفين جدا على اطفالهم. الطفل كان في يعني معتقد انه الطفل عنده نسبيا شبه مناعه او مناعه من الكورونا وان الاصابات فيه قليله، ودي حقيقه، لكن الاطفال بيصابوا في حالات كمان اصابتهم بتكون عنيفه بس حالات قليله، لكن الطفل يبقى ايضا حلقه من الانفكشن. يعني ممكن جدا الطفل يكون كارير للمرض، يكون حامل للفيروس. الطفل ممكن ما نقدرش نسيطر عليه في حركه، خصوصا لو كان يعني 7 سنين 8 سنين ممكن تلاقيه بيلعب بيتحرك مش عنده تقدير للمخاطر. فقدام الاطفال لازم نركز جدا وننتبه ونشوف هل في فرق بين الفيروس بين الكورونا بتاعت الاطفال وكورونا البالغين. وسؤال المهم جدا على المستوى الطبي وفي الاوساط الطبيه، ليه الاطفال اقل عرضه من الكبار في مشاكل الكورونا؟ مشاكل الكورونا اكيد هيسعدني جدا يكون معي اسم ورمز كبير في عالم طب الاطفال، استاذ الدكتور اسامه حسين استاذ طب الاطفال. اهلا بيك دكتور اسامه بيه. اهلا بحضرتك دكتور ايمن باشا. ازي حضرتك؟ منورنا يا فندم. اهلا بيك. اسئله كتيره جدا حول الكورونا. طبعا يهمني جدا ان اطمن على بورسعيد واهل بورسعيد، يهمني جدا ان انا اعرف رؤيتك لهذا الامر لفيروس كورونا. واكيد انا بتابع انك مهتم جدا بالكيرفات وبالاعداد وبتعمل دراسات واضحه جدا على المستوى التطور لهذا الفيروس. فانا عايز حضرتك، انا سايب لك المجال تشرح لنا رؤيتك العامة لهذا الفيروس وأيضا المستقبلية. والسؤال المهم، الأطفال إزاي نتعامل معهم في الحماية؟ وليه في رأيك الطفل أكثر أمانا نسبيا من مشكلات الكورونا؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا طبعا للاستضافة وعلى إتاحة الفرصة أن أنا أتكلم عن الموضوع ده. الحقيقة طبعا كورونا فيروس يشغل العالم كله وعشرات الـ 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 يعني الجهات تتكلم في الموضوع والناس كتير بتتكلم وبوستات كتير بتيجي، انما الحقيقه طبعا احنا بناخد الكلام من مصادره الاساسيه الرئيسيه اللي هي لا يعني يشك في امرها ولا 1%. امبارح بالليل كانت الساعه 12 مساء، يعني كان في ويبينار مهم جدا كانت عاملاه الامريكان اكاديمي بيدياتريكي، واحده من 3-4 جهات يعني مسؤوله نقدر ناخد الكلام ثقة منها. الويبينار ده استمر 63 دقيقة بالظبط حضرته كله. الحقيقة كان بيتكلم عن مشكلة الأطفال، طبعا أمريكان أكاديمي وبيدياتريك بتهتم بالأطفال بشكل أساسي، وكانوا بيتكلموا عن إصابة الأطفال بالمرض الكورونا وبيستشهدوا بذلك طبعا وجود الكورونا حاليا في أمريكا بأعداد ضخمة جدا. فتك عارف طبعا أمريكا تعدت يعني الوفيات تعدت 2000 إصابات على مستوى العالم. الكورونا النهاردة الصبح وصلنا 1.5 مليون او 1.6 مليون وحاجه يعني على وجه التحديد، والوفيات طبعا تعدت 80,000 في امريكا. طبعا الوقت الوباء بيجتاح امريكا تماما وهم بياخدوا الحالات بتاعت الاطفال، لكن مش قادرين ان هم يحطوا ارقام واضحه للاطفال ان هم بيبانش عليهم اصابه. يعني هم ما عندهم، هم بيدرسوا الحالات اللي بتصاب او بيعملوا سكريننج، لكن حقيقه الاطفال مش قادرين يقولوا فيهم ارقام قوي. بس هم طلعوا بشويه حاجات. اولا
طبعا في دراسه صينيه كانت معموله على الحالات اللي ظهرت في الصين، وحضرتك عارف طبعا اصابات الصين كانت عاليه، ولكن طبعا فاقتها دلوقتي ايطاليا في الوفيات وامريكا في عدد الاصابات. والدراسه الصينيه اللي طلعوا بيها ان طبعا اصابات الاطفال قليله جدا، دي متقاربه مع الدراسات الامريكيه. دراسات الصين بتقول ان اصابات الاطفال في العمر اللي هو لحد 9 سنين لا تزيد عن 1%، ومن 10 ل 19 سنه بتبقى 1%، ولحد 30 سنه بتبقى يعني 0.06 دي المورتاليتي. اصابات الاطفال حاملين، حضرتك طبعا قلت القصه دي دلوقتي، وحضرتك طبعا متابع يعني اكتر مني وعلى يعني صله وثيقه بكل المراجع الوثيقه، فحضرتك يعني قلت الكلام المفيد، لانه الطفل فعلا مشكلته انه بيبقى حامل للفيروس اكتر منه يكون يظهر عليه المرض. في امريكا نسبه اصابه الاطفال برضو قليله جدا، ولكن وحصل عندهم مورتاليتي واحد بس، طفل عنده 14 سنه، دي اتقالت في الويبينار امبارح، لكن وده برضو نشرته الامريكان اكاديمي. المورتاليتي هو وفاه الحاله، المورتاليتي اللي هو وفاه الطفل ده اللي هو 14 سنه في امريكا. والحقيقه وفيات الاطفال زي ما قلت لحضرتك يعني هو في الصين دراسه صينيه قالوا لا تزيد عن 1%، هما في امريكا قالوا 1 من 10، يعني برضو وفيات تعتبر لا تذكر بالمقارنه بالاعمار الكبيره. طبعا هم الدراسه الصيني قالوا ان فوق 80 سنه الوفيات بتوصل 13.4، يعني طبعا اعلى نسبه وفيات بتبقى في كبار السن، وانه 31% من الحالات ده في الدراسه الصيني لكبار السن اللي هم فوق 85 سنه، و 45% من الهوسبيتاليزيشن منهم، و 53% دخلوا اي سي يو من كبار السن، و 80% من الوفيات كانوا في الاعمار اللي هي فوق 65 سنه. الاطفال هنا بعيد عن القصه شويه، بس مشكلتهم زي ما سيادتك قلت ان هم حاملين للفيروس، وينقلوا الفيروس مع حركتهم المستمره زي ما حضرتك قلت، وان هم بياخدوا كتير ادوار ابر سباتو تراكت بما انهم يتنقلوا كتير، وبياخدوا العدوى من اطفال تانيين بيلعبوا معاهم او من الحضانات. الحمد لله الدنيا قفلت المدارس، فده حد من الاصابات كتيرة في مصر واماكن تانيه من العالم. في قصه تانيه اتكلمت عنها مجله البيدياتريكس اللي هي المجله الرئيسيه بتاعت الامريكان اكاديمي بيدياتريك، اتكلمت عن ان الاطفال ان هم لقوا الفيروس في الستول، فلقوا ان الاطفال الصغيرين قوي ممكن فيكو اورال ترانسميشن، ده بيفكرنا بقصه البوليو. وده في الاطفال اللي هم لقوا الفيروس في البراز بتاع الاطفال، وده معناها انه الفيروس يعبر الجهاز الهضمي من خلال نقل عدوى عبر تناول شيء. بالظبط يا فندم، او من الابر يعني بيخش بالابر ممكن يوصل ممكن يدخل عبر التنفس للجهاز الهضمي. ايوه من خلال الابر سباتيك، وبالتالي ممكن يبقى ده مود اوف ترانسميشن، خصوصا الاطفال اللي لسه بيستعملوا دايبر، فالتعامل مع الدايبر بالنسبه للكبار لازم يبقوا حريصين، لان ده مود اوف ترانسميشن هم اتكلموا عنه في مجله البيدياتريك حديثا. يعني بدل ما الفيروس يدخل من خلال على الجهاز التنفسي هينحرف للجهاز الهضمي ويكمل بعد كده في الجهاز الهضمي. ايوه فندم، ده مكتوبه في مجله البيدياتريك العدد الاخير. البرزنتيشن في الاطفال هي يعني ان جنرال الدراسات الصيني والامريكيه متفقين، وفي دراسه كمان اتنشرت في اسبانيا عن الحالات طبعا عندهم، ان هو مايلدر ديزيز، يعني السيمبتومز ان جنرال اقل من الكبار، ولكن طبعا بيصابوا وكل حاجه، ولكن السيمبتومز اقل شويه من الكبار، والفيتاليتي او الوفيات فيهم قليله جدا جدا يعني. بس هما الراديولوجيكال برزنتيشن في الاطفال مختلفه شويه، ودي جمعيه الراديولوجي الامريكيه ومجموعه من الناس اللي شغالين. التصوير بالاشعه مختلف في الاطفال، التصوير بالاشعه مختلف. هم لقوا ان الاشعه المقطعيه ما هياش يعني باثوجنومونيك او هي تشخيصيه قوي زي الكبار. انت عارف حضرتك وزاره الصحه حاطه البروتوكول الاخير اللي نزل 25 مارس واكدوا عليه 29 مارس، ان تشخيص الحالات الكلينيكيه ثلاث حاجات، كحه او حراره او كلاهما، دي رقم واحد. رقم اثنين نقص كرات الدم البيضاء اللي هو الليمفوسايت بالذات، ورقم ثلاثة إشعة عادية أو إشعة مقطعية ويفضل لو متاحة في المكان. في الأطفال الإشعة المقطعية اللي بيشاف اللي بيرى فيها مش زي الكبار قوي، وبالتالي قالوا ممكن الإشعة العادية نعتمد عليها عشان برضه ما يعرضوش الطفل قوي للإشعة المقطعية. ده مكتوب في مجلة تخص الراديولوجي، مجموعة من الخبراء الراديولوجي أو الإشعة هم قالوا الكلام ده بالنسبة للأطفال. إنما بشكل عام طبعا هم الأطفال أقل إصابة بالنسبة لهذا المرض، وأقل
في المضاعفات شوية ودخول المستشفيات، وقالوا أن كل الأطفال اللي دخلوا في أمريكا خرجوا من المستشفيات. هم عندهم في أمريكا نسبة الوفيات أعلى شوية من الصين، عندهم نسبة وفيات ممكن توصل لحد مثلا 3 وكسر في الوفيات عامة يعني. الصين كانت يمكن تتكلم على 2 وحاجة في المية يعني. عايز أستفيد من وجود حضرتك معانا النهاردة عشان توضح للناس نقطة كتير جدا بيسألوني عليها، واستفيد من خبرتك الكبيرة في الفاكسينيشن في الفاكسينز، لأنه كتير من الناس تسأل تقول طب ما يعملوا لنا بقى فاكسين، مش فاهمين يمكن في الجنرال أز جنرال أنه صناعة لقاح أو فاكسين مش عملية سهلة. لا إطلاقا طبعا يا فندم. هو يمكن الفاكسين يعني أقل حاجة نتكلم في الفاكسين عشان يطلع مش أقل من 12 ل 18 شهر. هو حاليا في 44 أو 45 على وجه الدقة هيئة ومؤسسة علمية بتعمل على الفاكسين، شركات طبعا كبيرة من ضمنها روش من ضمنها سانوفي، شركات كبيرة شغالة في مجال الفاكسين، ولكن لحد طبعا تاخد وقت طويل أولا في إنتاج الفاكسين وفي تجربته ثم نزوله. في شركات طبعا من حوالي 3 أسابيع عملت تجارب سريرية مرحلة الأولى، ولكن طبعا الكلام ده هياخد وقت عشان ينزل فاكسين السوق ويتعمم بشكل عام، طبعا هياخد وقت شويه، وبالتالي ده الكلام طبعا سابق لاوانه. هم استفادوا من تجارب الفاكسين اللي كانت اتعملت ايام السارس والميرس اللي حصلت 2002 و2012، انه كان في بدايات تجارب وبعدين وقفت لما المرضين دول توقفوا خلال سنه، فتوقفت التجارب لانه طبعا بتبقى مكلفه جدا يعني، فرجعوا لها تاني كملوا عليها، وكل شركة شغالة بشكل مختلف عن الثانية في هذا المكان. يعني تقريبا لو فات 45 يوم أو مثلا 50 يوم من البدايات يبقى احنا بننتظر كمان حوالي 10 شهور مثلا في حدود دي. مش أقل من كده طبعا، عشان تطعيم ينزل ويطعم على مدى واسع ويوصل ويتوزع وسعره هيبقى كام، ويعني طبعا قصة تانية خالص يعني. هيكون المرض طبعا اتكسر بشكل كبير، هتكون المناعة القطيعة اللي بيتكلموا عنها تكون جابت تأثير، خصوصا في الدول اللي بتقعد المرض معها فترة كيرف بتاعه أو المنحنى بتاعها فلات شوية على مدى أبعد، ده بياخد مناعة أعلى، فطبعا هنا هيكون المرض قل بشكل كبير يعني على ما يطلع الفاكسين هيكون، بس هيبقى مفيد طبعا يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم ضيفي العزيز الأستاذ دكتور أسامة حسين، نورتني وشرفتني وشرف كبير لينا هذه المداخلة القيمة للغاية. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. يبقى نقطة أو جزء تاني مهم للغاية وهو الحالة النفسية. الحالة النفسية شيء في منتهى الأهمية، يعني كلنا أكيد بنمر بأحاسيس كبيرة من الخوف، أحاسيس كبيرة من الكثير مننا بدأ يعاني من إحساس العزلة، الاكتئاب، مرضى الاكتئاب ومرضى الوسواس القهري كيف يتعاملوا، قصة كبيرة جدا أكيد هيسعدني فيها أن أتحاور عبر سكايب مع ضيفي العزيز أستاذنا وأستاذ الطب النفسي الكبير القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم. أهلا بك يا دكتورنا. أهلا حقيقة الحوار معك أكيد له قيمة كبيرة دلوقتي، وخصوصا أنه الكثير من أولا في حالة الحظر هناك الإحساس بالوحدة، هناك إحساس بالخوف، هناك أحاسيس الاكتئاب، طبعا الناس بدأت تعاني من حالات من الاكتئاب، في تخوف كبير من المستقبل. يعني أنا هسيب حضرتك برضو تشرح لنا النقاط العديدة المختلفة حول هذه الفترة الهامة جدا في عمر العالم كله. هو طبعا الوضع اللي احنا فيه ده يشكل نوع من الضغوط اللي كل الناس متعرضة ليه، يعني بنسميها ضغوط شاملة موجودة في المجتمع. وطبعا الضغوط الشاملة الموجودة في المجتمع كلنا شايفينها، هو يعني الخطر اللي احنا حاسينه والأخبار اللي احنا بنسمعها كل دقيقة والدنيا كلها مقلوبة. فهنا لابد ان احنا نفهم بقى ان الناس كلها في حالة قلق وفي حالة توتر وفي
حالة خوف إلى حد كبير، وفي نفس الوقت في تعليمات مجتمعية ومن الدولة علشان سلامتنا وعلشان ما نتعرضش للخطر. طبعا كل ده ولابد ان احنا نقعد في البيوت علشان ما نعرضش نفسينا للعدوى وما نعرضش غيرنا كمان للعدوى. فكل ده كلام يعني الى حد طبعا كبير بيشكل قدر من الضغوط على الناس ككل. فهنا بيبقى الوضع اللي احنا فيه هو في حاله ايه؟ قلق وتوتر وترقب الى حد كبير. طبعا ده بيختلف من شخص لاخر، يعني ممكن واحد يبقى يعني عنده قدر من التحمل وكل الحاجات دي ما تاثرش فيه قوي الى حد معقول، وفي ناس بتثير فيها عوامل قلق كامنه. يعني بعض الناس بيبقى عندهم قلق قديم موجود من طفولتهم، يعني تعرضوا لمواقف زي اللي احنا فيها دي ممكن يخليه يمكن يوصل لحاله ما نسميه بالبانيك او الهلع او عدم القدره بقى على التحكم في جهازه العصبي، بحيث ان هو يبدا يفرز هرمونات زياده ويبدا يجيله بقى ما نسميه اعراض الهلع دي، اللي هي بتبقى زياده ضربات القلب والرعشة احيانا والعرق احيانا والارتباك احيانا والنسيان وهكذا. ففي بعض الناس معرضين لنوبات من القلق الحاد، ودول بتبقى الظروف الضاغطه اللي احنا فيها دي هي المثير دلوقتي. موضوع بقى الاكتئاب ممكن يجي برضو للناس المهيئين لان هم مزاجهم كمان ينحرف، وبالتالي هنبدا نرى بقى اعراض اكتئابيه بتبان بقى في شكل النوم يبدا يضطرب، يبدأ شهيتهم للأكل تبقى ضعيفة أو ما يأكلش خالص. بعضهم ممكن يجيله أعراض نفس جسدية، أوجاع كتير، إحساس بالهمدان. بعضهم بيتوهم بقى، يعني بعض الناس ما يبقاش عنده حتى لا عدوى ولا مرض ولا أي شيء، وتبص تلاقيه حاسس كأنه جاله المرض فعلا ويتوهم شيء غير حقيقي، نقيس حرارته اللي هي عادية وهكذا. فإذا تفاعلات الناس مختلفة، والرسالة اللي مفروض أن السلطة والمجتمع وطبعا الإعلام على رأس هذا كله يعني يدي رسائل طمأنة في الوقت اللي احنا بنقول فيه تعليماتنا وبنقول ان احنا عاوزين نلتزم بالبيوت وعاوزين نلتزم بالنظافة وغسل الإيدين و ما نقعدش في أماكن مزدحمة ونعمل نوع من التباعد بيننا وبين الآخرين. كل التعليمات دي في غاية الأهمية، بس زي ما قلت عاوزين نبقى مرادف لها كمان رسائل الطمأنة. كيف ترى سيادتك تأثير السوشيال ميديا على الحالة النفسية؟ السوشيال ميديا دلوقتي مسيطرة على المشهد وهي مصدر خطير جدا للتأثير النفسي. ده أكيد أكيد. السوشيال ميديا طبعا كل واحد بيبعت رسالة ويشيرها بقى لأعداد كبيرة جدا من الناس، وهي دي أهميتها وخطورتها في نفس الوقت. فهي لو بتبقى رسائل جيدة ومفيدة وبتحمل معلومات كويسة نقول خير لأنها بتفيد الناس، إنما لو رسائل فيها إشاعات وفيها تضليل وفيها عدم صدق وفيها استغلال لأي حاجة بتمر بينا، كل ده ممكن يعمل أثار عكسية. عشان كده لابد إن احنا يعني هي للأسف السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فهي في الوقت اللي هي ممكن تفيد وبرضه تضر، فعلينا بالحيطة بقى. يعني هنا يعني مهمتنا إن احنا إن الرسائل اللي الإعلام بيبثها كمان واللي احنا بنقول لبعضينا وبنكلم بعض على السوشيال ميديا لازم تكون رسائل فيها وعي وفيها وضوح وفيها صدق، لأن الوعي والوضوح والصدق هو ده بيوصل رسالة مهمة قوي للناس مهما كانت الحقائق. إنما في النهاية الناس بتبقى هادية وفاهمة وحاسة إن اللي بيحصل ده شيء عادي وطبيعي ولابد، وإحنا بنقول الحمد لله
ان احنا مجتمعنا يعني ما زال في منطقة الامان، وان احنا يعني لو قارنا نفسينا بدول عديدة يعني سبقتنا ومتقدمة جدا زي ايطاليا وزي امريكا وفرنسا والى اخره، فيعني بنقول نحمد الله على ما نحن فيه ونجاهد علشان كمان تبقى الدنيا كويسة وما نتطورش الى ما هو أسوأ. بالعكس احنا ممكن يمكن في خلال اسابيع ربنا يكرمنا وبفضل برضو الجهود المتوالية اللي الدولة بتعملها واللي احنا بنحرص عليها ممكن نطلع لبر الامان. السؤالين مهمين، هل ممكن يصل التوتر، هل ممكن يصل الخوف والتوتر الى التأثير الكبير على المناعة، على الحالة المناعية الجسدية؟ جدا جدا. ده الجزء جداً الاول في السؤال. الجزء الثاني، ازاي اقوي حالتي النفسية؟ هل في اساليب بروتوكولات لتقوية الحالة النفسية؟ النقطتين دول عايز اسمعهم من حضرتك. تمام. هو فعلا في ارتباط وثيق جدا بين الجهاز المناعي وبين الحالات النفسية اللي احنا بنمر بيها، ولقوا ان فعلا ان السيتوكاينز اللي هي افرازات اللي بتيجي من الجهاز المناعي ممكن تبقى مرتبطة فعلا بالحالة النفسية اللي احنا بنمر بيها، سواء قلق او اكتئاب او توتر او خوف الى اخره، فبتزيد. يعني هنلاقي ان الجهاز المناعي بيبدأ يتفاعل مع هذه الاعراض بشكل او اخر، واحيانا الاكتئاب بيزيد كمان لما بنسميها الخلايا يعني زي نوع من الالتهاب، يعني بيبقى زي نوع من الانفلاميشن او الالتهاب بيشمل الجهاز النفسي ومرتبط بالجهاز المناعه بشكل وثيق جدا. فاذا زياده القلق وزياده التوتر او ظهور الاكتئاب يبدا يخلي مناعتنا تضعف. ده اللي احنا عاوزين نقوله، ان المناعه وهي دي اللي احنا بنقول ان المناعه دلوقتي هي جزء هام جدا في احوالنا وفي شخصيتنا، ولابد ان احنا نحافظ عليها بشكل جيد. فاحنا مش عاوزين نضعف مناعتنا بان احنا نستسلم للقلق ونستسلم للرعب والاكتئاب، لان ده بنضعف مناعتنا امام فيروس مش هيهزر معنا. لازم ان احنا يعني نحتاط ونخلق الجو اللي هو ازاي بقى نقوي جهاز المناعة من ناحية نفسية، ان احنا نبدأ فعلا يعني نشيع هذا الجو من الطمأنينة. يعني حتى يعني زي ما بيت الشعر بيقول كون جميلا ترى الوجود جميلا. فاحنا لو احنا هاديين ولو الجو الشامل اللي احنا عايشينه سواء خارج البيت يعني الاعلام والمجتمع في حركة فيها طمأنينة وفي هدوء وفي ثبات، وده اللي انا شايفه. انا شايفه ما شاء الله الدولة بتخطو خطوات فيها ثقة وفيها هدوء وفي نفس الوقت فيها قرارات حاسمة وجيدة، وكل ده مهم قوي لان دي رسائل تجعل الناس تطمئن وتحس انها في امان، وان الدولة مش سايباها، وان هي كمان عليها دور لازم تعمله. وفي داخل البيوت لازم يبقى فيه نوع من التفاهم ونوع من المودة ونوع من الأحاسيس الطيبة. لازم نعمل أنشطة كثيرة جدا في البيت زي النشاط الرياضي، يعني ممكن نقعد نلف حتى حوالين سفرة مثلا كنوع من الرياضة. ممكن نعمل رياضة زي الجيم وإحنا قاعدين حتى على كرسي، نحرك رجلينا نحرك إيدينا. ممكن نبدأ نشوف هواياتنا اللي احنا ما اهملناها في اوقات من حياتنا وما عملناهاش، كتاب كان نفسنا نقراه الى اخره، ونتوخى الدقة فيما نسمع علشان حتى ما نستسلمش او نسلم ودنا لناس ممكن تتعبنا او توصلنا لحالات اليأس او الخوف او الحاجات اللي هي بتقول مش هتخلي جهازنا المناعي يبقى في الحالة المفروض يكونها في هذا الوقت. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على هذه المشاركة طبعا، وأتمنى أن احنا نلتقي إن شاء الله كالعادة في لقاء يمتعنا بعلمك الغزير في عالم الطب النفسي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الأستاذ دكتور سعيد عبد العظيم، كان معنا في هذا الحوار المجتمعي المهم جدا. الحالة النفسية جزء مهم جدا في
هذه المعركة الشرسة بين الإنسان وهذا العدو الذي يسمى بالكورونا. خليكم دايما مع الدكتور. دراسة أثبتت أن أصحاب السنان اللي مش حلوة أقل فرصة في التعارف. عملوا تجربة جميلة جدا مهندس مدارين بيرت ومدير التسويق بتاعت البروجيكت ده اسمها إليزابيث هيلي. دول شباب، واحد 35 هي هو 35 وهي 30. عملوا تجربة لطيفة، عملوا حسابين على الفيسبوك، وواحد منهم بصور سنان حلوة والتاني بصور سنان مش حلوة. مجرد بس تغيير السنان هو ده اللي عملوه، بس لو انه خلال اسبوع واحد الابتسامه الحلوه جابت لهم 1500 رساله لحساباتهم. الحسابات الثانيه او الحساب الثاني اللي فيه الابتسامه اللي مش حلوه جاء فيه 240، من 1500 ل 240. انتوا متخيلين؟ طبعا برونو سيلفا ده دكتور سنان يعني في بريطانيا، قال انه شكل الأسنان مهم جدا منذ القدم، حوار مثير للغاية عن الزراعة، وخصوصا أنه في أخطاء كبيرة جدا في عالم الزراعة الآن بتقال. بما أننا في الفترة دي بنصوب الأخطاء، فأنا قلت طبعا لازم نذهب إلى مالك في المدينة، ضيف العزيز الزميل والصديق العزيز الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى. فرق كبير جدا بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان. تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل أسنان. دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. ده إجراء مهم جدا، ده حاجة في وشي. احنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. ضيف العزيز دكتور نور، أهلا بيك ومنور دكتور. وحشني والله. وحشني جدا جدا. أنا عايز أبدأ حوار أول عن زراعة الأسنان. أنا حاسس إنه فيه تخاريف بتتقال، حاسس ان في غلطات جباره، بس الاول يعني نمسك كده زراعه الاسنان بالراحه ونشوف وصلت لايه، وكلمني على التخاريف اللي بتسمعها دلوقتي. تمام. الاول احنا عايزين نعرف بس الناس من الاول خالص يعني زراعه اسنان. احنا السن اللي ربنا خلقها عباره عن جدر جوه العظم الفك، وطالع منها الجزء الخارجي اللي هو الكراون. يبقى اذا لما هاجي اعمل زراعه اسنان وهعوض سنه مفقوده او هفقدها، يبقى هعوضها بنفس الطريقة. فالزرعة هي عبارة عن أجزاء، جزء الأول بيتحط جوه العظم، تمام؟ هنشوف هنا أدي الجزء التيتانيوم ده بيتحط جوه العظم، وبعدين الأباطمنت أو الجزء الخارجي اللي هيركب عليه الكراون أو الجزء اللي بنشوفه. فبالتالي هو واخد نفس الميكانيزم أو الشكل بتاع السنة الطبيعية. فالناس يبقى متخيلة بس الزرعة دي، لأن لسه ستيل لغاية النهاردة في ناس مش فاهمة أو مش عارفة يعني إيه الزراعة. في ناس لغاية النهاردة فاكر إن الزرعة دي حاجة بنحطها وبتنبت، يعني في ناس متخيلة. ما هو لسه ما حد يعني، برضو الزراعة برغم إنها انتشرت وبقت موجودة في الوطن العربي بشكل كبير، وعندنا دكاترة كتير محترمة جدا بتعمل زراعة وبتعمل نتائج هائلة جدا، بس ستيل في ناس مش مستوعبة الزرعة هي عبارة عن جزء جدر بحط جوه العظم، وبعد الوقت اللازم سواء قررنا إن هو يتعمل له immediate load أو delay load اللي هو بعد الفترة اللازمة أن العظم بيمسك في الزرعة، لازم الناس تفهم أنه وصل الاكتشاف جه إزاي. في عالم في الخمسينات اكتشف أن مادة اسمها التيتانيوم لما بتتحط جوه العظم، العظم بيتخيلها عظم فبيخش يبات جواه، تمام؟ وبتاخد وقت معين لغاية ما يحصل حاجة اسمها osseo integration أو عملية التعظم، أن يحصل تعظم كامل بين الزرعة وبين العظم ده. والفترة دي هي اللي احنا بنستناها، عشان برضو دي معلومة، احنا عندنا ثلاث حاجات، في ان انا اخلع واستنى اما العظم يبقى مؤهل للزراعه، وفي ان انا اخلع وازرع، ده اسمه ايميديت امبلانت، ان انا بخلع وازرع، وفي ايميديت لود ان انا بخلع وبزرع وبركب. ففي ثلاث حاجات،
في شروط لكل حاله، فما ينفعش الحالات تيجي تقول لي انا هزرع وهزرع هخلع وازرع واركب النهارده، مش انت اللي تقول. الاشعه اللي بنعملها والتحاليل اللي بنعملها هي اللي بتقرر احنا هنعمل لك ايه وايه الانسب بالنسبه لك. ده بالنسبه للزراعه عشان الناس تبقى استوعبت بس فكره الزراعه والايه والحاجات اللي مش فاهمها قوي. الزرع عباره عن جزء بحطه جوه العظم بسيبه الوقت اللازم، بعد كده بركب عليه الجزء الخارجي. طيب برضو هل هكون واقعي لما اقول لك لما واحد يفقد سنه الافضل له انه يعمل زراعه ولا يعمل تركيبه كوبري بريدج بين تمام. السنتين؟ لان الحكايه دي يعني انا اعتقد انه كتير من الناس بتتوتر فيها. تمام. هو طبعا انا يعني مش ضد التركيبات الثابته لان هي حل ستاندرد موجود طول الوقت، لكن خلينا نتفق على كذا اتفاق. اول حاجه حضرتك فقدت السنه ليه؟ لانك ما قدرتش تحافظ عليها. طيب لما تخلع سنه انت ما قدرتش تحافظ على سنه واحده، هتعمل مكانها تركيبه ثابته، يعني هتحضر سنه قبل السنه المخلوعه وسنه بعد السنه المخلوعه وهتركب كوبري. تمام. الكوبري اصلا طريقه تنظيفه اصعب من السنه الطبيعيه، فانت اوريدي ما قدرتش تحافظ على سنه هتقدر تحافظ على كوبري، فده الاول كونسبت. تاني حاجه، انا التحضير ده عشان اعمل تركيبه ثابته لازم اعمله عند دكتور متخصص في التركيبات الثابته، لان في ناس كتير عملت تركيبات سببت التركيبات في الفيديو اللي احنا هنشوفه ده. ادي عندي هنا سنه اتخلعت، هنبدا نحضر الاسنان ونعمل كوبري. هو بما ان هو مش قادر ينظفها كويس فممكن يحصل التهابات في الاسنان اصلا. دي كده الزراعه كده، هو كده يعني استبدل حط على طول حط زراعه. هنا الزراعه احنا حطينا الزرعه ما لمسناش السنتين اللي جنب الايه الجزء اللي اتخلع، فبقى الجزء ده قايم بذاته، حافظ على العظم اللي احنا زرعناه ده رقم واحد، يعني حافظ على العظم اللي احنا زرعنا فيه ده رقم واحد، وفي نفس الوقت ما ضرش وما لمسش السنان الثانيه، بالاضافه ان انت هتنضفه بنفس الطريقه اللي بتنضف بيها سنه عاديه. هنا بقى احنا هنعمل تركيبه ثابته، فبنحضر السنان. فممكن وانا بحضر السنان اروح لدكتور مش متخصص فيحضر لي غلط، ادي واحد. لو الدكتور متخصص وحضرها لي صح وركبنا التركيبه الثابته ممكن يبدا يحصل عندي التهابات بقى في الاسنان حتى في حاله الصح. ما هو انا دلوقتي انا ما قدرتش احافظ، ما هو السنه اللي ربنا خلقها لي كانت صح، هي السنه اللي ربنا خلقها دي كانت غلط، ما كانت سنه طبيعيه. بص بدا يحصل عندنا التهابات، هنبدا نخسر السنان اللي احنا ركبنا عليها اصلا. بقت المشكله اعظم، يعني انا جاي بعوض سنه واحده رحت مبوظ سنتين كمان. هنفضل بقى ناخد السيكونس ده، وزي ما بنقول كده حاجه اسمها الاسنان هتكر. خلعت سنه بعد كده بقوا ثلاثه، بعد كده الثلاثه عايز اعوضهم برضو بتركيبه ثابته، يبقى هاخد خمسه فهركب على او سبعه مثلا، بعد شويه بقى عندي نص قرش خسرته، بعد شويه هخسر القرش كله لو ماشي في السيكونس ده. طبعا بالاضافه ان انت زي ما انت شايف كل شويه العظم عندنا بنخسره، يعني العظم في الاماكن اللي مخلوعه عمالين نخسرها. فعلشان كده انا مع ان انا لو عندي سنه اتخلعت او هتتخلع انا رايي ان انا ازرع مكانها. ليه؟ هاخد بقى كل فوائد الزراعه، الحفاظ على الاسنان المجاوره، الحفاظ على شكل العظم اللي موجود بكثافته. لما بدانا برضو من فتره طويله قوي نقول ان الزراعه ممكن تتعمل في 10 دقائق، الناس فهمت غلط. تمام. انه اعتبروا ان كل زراعه تتعمل في 10 دقائق. دي معلومه طبعا. ده احنا اصلا في كمان ناس، يعني في زملاء طبعا انا بعزهم جدا، الاول احنا اول ما قلنا الزراعه في 10 دقائق اول حاجه تهاجمنا جدا. لان قال لك يعني ايه في 10 دقائق؟ انا ناس كلمات قالت لي تهاجمنا هجوم غير عادي. بعد كده بقى ترند في مصر دلوقتي اي دكتور بيعمل زراعه يقول لك الزراعه في 10 بقت 10 دقائق دي رقم ثابت. الزراعة في 10 دقايق بقى الترند، لدرجة ان في زميل لينا طبعا بعزه جدا عمل فيديو قال لك ايه؟ قال لك ولازم تعمل الزراعة، هو بيتريق طبعا، قال ولازم تعمل الزراعة في 10 دقايق ولو زادت على 10 دقايق سيب العيان وامشي. طبعا هو عنده حق يقول كده لان الناس ما بتفهمش. يعني احنا في نفس الفيديو اللي قلنا فيه الزراعة في 10 دقايق قلت بعديها على طول يا جماعة وانا بقول الزراعة في 10 دقايق هتيجي حالة تقول لي أنا جيت لك العيادة وزرعت في ساعة، فأقول لها أيوة يا فندم جيتي زرعت في ساعة لأن احنا كنا محتاجين نزرع عظم أو العظم غير مؤهل فكنا بنأهله. فعملية الزراعة في 10 دقايق على فكرة أي دكتور زراعة متخصص هي فعلا عملية الزراعة ما تاخدش أكتر من 10 دقايق لو العظم مؤهل. وأنا جايب فيديو لايف، يعني الفيديو ده متسجل لايف، الحالة اتحط ده اسمه السيرجيكال جايد،
اللي هو ايه بقى الخطه العلاجيه. عملنا اشعه ثلاثيه ابعاد واتعمل على اشعه ثلاثيه ابعاد سيرجيكال جايد. السيرجيكال جايد ده مهمته ايه؟ ان دلوقتي الدريل هيخش في اتجاهه وفي مكانه مظبوط. بص ادي الدريل، الدريل بي 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 بيخش الاول هن هن هنشيل جزء اللثه اللي احنا هنخش مكانه. طبعا مكبره جدا عشان تبقى طبعا لان احنا قريبين قوي من البق. وعلى فكره انا عايز اقول لك الفيديو ده لما بنزله للحالات الحالات بتخاف. طبعا. بس انا منزله ليه؟ عشان انا دكتور. عشان انا مش راجل بيبيع، انا راجل طبي. فلازم الناس تعرف الزراعه بتتعمل ازاي. مش اقول له اصل احنا هتخش في مش عارف ايه وما تخافش. هي العمليه غير مؤلمه بالمره، بتاخد بنج وبتتعمل في اقل ما بنعمل عمليه علاج عصب. يعني عمليه علاج العصب بتخلص في ساعه، صح؟ ده بعد طبيعي. التكنولوجيا الحديثه. عشان اعمل درس 4 كنال هياخد مني ساعه، هياخد من دكتور علاج العصب افريج ساعه. العمليه ما بتاخدش 10 دقايق. عايز اقول لك ان دي خدت تقريبا 7 دقايق، لان ده الوقت الطبيعي على فكره ومش اختراع. دكتور نور الدين مصطفى ما اخترعش عمليه الزراعه، ده عمليه موجوده في العالم كله. كل دكاتره الزراعه بتعمل كده، دكاتره الزراعه المتخصصه بتعمل كده، ومش حاجه حصري عندنا. ده اي دكتور متخصص في مصر في الزراعه، هي عمليه الزراعه لو العظم مؤهل مش هتاخد اكتر من 10 دقايق، لان هو عباره عن دريلات زي ما انت شايف. بتخش بتحضر العظم وبعد كده الدكتور بيركب الزرعه، بيدخل الجزء بتاع الزرعه. لكن قد تحتاج الحاله لاكتر من كده. لا مش توقيت بس في الزراعه، في ان انا استنى لما يحصل اوستيوجريشن، يعني ما يحصل بالزبط. تعظم يعني عشان اعمل. لا وغير كده انا دي حاله العظم مؤهل ان انا احط الزرعه على يعني كميه العظم كفايه. طب لو حد تاني العظم بتاعه مش مظبوط، او العظم بتاعه في مثلا الانجل بتاعته اصعب، هتاخد وقت اطول. فما فيش حاجه اسمها هي الزرعه 10 دقايق. هو مش ترند، هو هو الزرعه العاديه بتاخد افريج من 5 ل10 دقايق، لان ده السيكونس بتاعها دي العاديه في وجود كميه عظم كافيه طول وعرض وارتفاع وحاله العظم مؤهله. اعمله في 10 دقايق واقل ان شاء الله. انما مش الحاله هتيجي لازم كل لا، في حالات بنعملها عمليه رفع جيب انفي لان ما فيش عظم اصلا. ده هيحط عظم ويستنى 6 شهور عشان العظم يحصل له تعظم العظم نفسه. وبعد 6 شهور هيجي يزرع، وبعد ما يزرع هيستنى 3 شهور علشان يركب. فبنتكلم في عملية مستغرقة 9 شهور. لا دي، وفي حالات تانية فيها immediate load بقى. احنا قلنا ان في الاول ان انا بخلع واستنى، او اخلع واهل العظم، او اخلع وازرع واستنى اما الزرعة تمسك، او اخلع وازرع واركب. وده اللي حصل في الحالة دي. على فكرة الناس عندها مشكلة في فهم الحته دي. ايه الفرق بين الزرعه واللود؟ اللود بقى الجزء الخارجي. ايوه اللي انا هاكل عليه. اشرح لهم. هقول لك بقى. مش احنا جبنا اول حاجه الصوره بتاعه الزرعه خالص. حطينا الجدر التيتانيوم. اللي هو الحته اللي هي التيتانيوم دي اللي بنحطها جوه الجدر. تمام. المفروض ان الزرعه دي بتاخد افريج 3 شهور علشان العظم يمسك فيها. تمام. دي في الحالات العاديه. طيب في حالات تانية لما بنيجي نعمل الزرعة احنا شايفين ان كمية العظم كويسة جدا، ولو ربطنا الزرعة عند ربط، احنا لما بنربط بحاجة اسمها رنش، كلها حاجة ميكانيكية يعني. الرنش ده لو ربطنا عند نيوتن معين، فبالتالي بقت الزرعة ماسكة كويس جدا في العظم، انا ينفع اعمل عليها حاجة اسمها immediate load. immediate load اهو احنا ركبنا الزرعة وركبنا الكراون في نفس الوقت. الكراون الثابت. الثابت. القرار ده قرار مين؟ قرار الدكتور المتخصص في الزراعه بس. اللي هو عارف ان انا لما هركب الزرعه دي دلوقتي وهركب عليها الكراون هينفع الحاله تاكل عليها وما يحصلهاش مشكله. في حالات تانية احنا بنربط الزرعه عارفين ان ما ينفعش. ليه؟ لان لو جينا كلنا عليها هيحصل كسر للرابط بين الزرعه وبين الايه؟ وبين العظم. فبالتالي كل ما تيجي الزرعه تمسك في العظم هتتفك لانك عمال تاكل عليها وتحركها. عشان كده قلنا في شرط مهم جدا هو قوه ربط الزرعه في العظم. لو وصلنا لها الرقم المحدد ده، لو وصلنا له اقدر اركب عليه واعمل حاجه اسمها immediate load. غير كده ما ينفعش انت تقول لي، ما ينفعش الحاله تيجي تقول انا اكيد الدكتور من مصلحته ان انت تيجي تزرع وتركب في نفس الوقت لان خلص الحاله. لكن لو قال لك ازرع واستنى 3 شهور هو عايز يشوفك تاني ليه؟ هو عايز يشوفك عشان مصلحتك انت. هو بيبذل مجهود ووقت اطول ليه؟ عشان مصلحتك انت. فالحاله ما تقررش الخطه العلاجيه. تيجي تقول ايه؟ انا عايز ازرع، الدكتور هيعمل الاشعه، يعمل الانفستيجيشنز بتاعته، اللي ياخد كل الاجراءات بتاعته ويقرر هو محتاج يخلع ويزرع ولا يخلع ويستنى ولا يخلع ويزرع ويركب. ده كل دي قرارات
دكتور المتخصص في الزراعة بس. اتنين دخلوا واحد زرع قعد 3 شهور لغاية لما حط اللود. تمام. أو لغاية لما حط الصنبوش الأبيض فوق الزرعة اللي هاكل عليه. اللي هاكل عليه. اللي هاكل عليه خلاص بيرمننت ده. واحد تاني في نفس سنه اتعمل له، لا درسنا العظم زي ما انت قلت لقينا العظم كويس عملنا له تحميل مباشر في ساعتها. تمام. الاثنين الزرعه بالنسبه لهم جامده كويسه هتستمر الهاف لايف بتاعها او الديورابيليتي بتاعتها هتقعد سنين. اشكرك على السؤال ده، ده سؤال مهم جدا. في الكتاب نسبه نجاح الزرعه الديليد 95%. ديليد اللي هي متاخره، اللي هي اللي متأخرة. بتزرع وتستنى 3 شهور. نسبه نجاح الزرع الايميديت لود 90%. الايميديت لود اللي هي اللي هي ركبنا على طول عشان نبقى واضحين وما بين ايه يعني ما يبقاش فيه كلام. اكيد اللي هستنى عليها 3 شهور حتى لو رابط فيها جامد هيبقى الديورابيليتي بتاعتها ولو بفرق بسيط اكتر اكتر من الايميديت لود. احنا الايميديت لود بنعمله في حالات معينه وبنبقى شبه واثقين انها ان شاء الله هتنجح، لكن لازم نتكلم كلام العلم. اكيد الديلي يعني الديورابيليتي او السكسس ريت بتاعها اكبر من الايميديت لود. ده ديفينيت، ده سؤال ديفينيت عشان ما نقولش بقى ايه ان احنا بنروج ولا بنقول لا الايميديت احسن. لا الايميديت بنعملها في ظروف معينه والناس معينه. طيب السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي، واحنا بنشوف حالات برضو بنقف عند النقط دي، نقط انه زرعة الفشلة هي خطأ من غير متخصص، اختيار خطأ للزرعة، ممكن العين نفسه كمان أخطأ في حاجة طبعا معين. طبعا مثلا الحالة دي، الحالة دي انت إيه رأيك في الحالة دي، شايف فيها إيه؟ أنا شايف سنة حلو صح؟ طيب الحالة دي شكلها سنان، بني آدم عنده سنانه شكل صح؟ مش بني آدم عنده سنان عادي ولا؟ طبعا. طيب هات بقى الكيس دي اصلا جاي عامله ازاي؟ انت بتعمل فيا كده يا خبر ابيض. الكيس ده راجل كان حادثه؟ لا الراجل ده كان عنده حوالي 40 سنة. واهمل في اسنانه لغايه ما اتخلعت. انت شايف اصلا شكل اسنانه فوق مفيش سنان، شايف شكله عجوز ازاي؟ يعني شايف الفرق بين الصورتين؟ ما عشان شفت الصوره الثانيه فسنه صغير، هو فعلا سنه صغير. انت فاكر تاخد بالك الفرق بين الاثنين؟ ان هو عمل زراعه وركب اسنان. اول حاجه اللي انا عايز اقوله ان الزراعه يا جماعه في الاخر انت بتاخد اسنان شكلها طبيعي جدا. يعني هنا انت لو شفت الصوره دي لوحدها ده راجل بني ادم طبيعي جدا، زرع القرش طبيعي جدا. كله ده فوق القرش، ما هو ما عندوش سنان خالص فوق يعني. ما هو ما عندوش ولا سنه فوق. طب دلوقتي في الاول اون فور، اول ان فور واول ان 6 في دلوقتي طبعا في اول ان فور واول ان 6. احنا بنعمل اول ان فور ليميتد. يعني ايه ليميتد؟ لحالات معينه، لان بنبقى حريصين جدا في اختيار الحاله الاولين فور. الاولين فور لو لا قدر الله انت خسرت سنه من الاولين فور بقت اولين 3 وغالبا هيحصلها مشكله، فلازم تكون دقيق جدا وتحت شروط قاسيه عشان الدكتور يقرر انه يعمل اولين فور. بس عجبني ان انت وهم متفقين معاك راحوا منزلين لي اللي بعد قبل اللي قبل. يا اولاد الذين عملتوها فيا انا، شفت انا اللي بعمل الحركات دي في الناس. بس عجبتني قوي. انا اول ما شفت الله دي فيها ايه عشان يتعمل اتاري دي بعد ايه اتاري دي بقى. ما احنا عايزين نوري الناس ان الناس بتخلص الزراعه وفي الاخر بيبقى شكلها طبيعي. ساب نفسه يدمر السنان في سن 40 سنه. ما هو في ناس كتير وشايف شكله وهو عنده 40 سنه شكله عامل ازاي. انا عايز اجيب الفيديو بتاع التغيير ازاي شكل الواحده بيتغير بسبب ان هي خلع اسنانها. يعني بس الفرق حلو ده الفرق ما بين حد بسنان وبدا يخلع اسنانه، ايه التغيير اللي بيحصل ده؟ تغيير المعلومه دي بتهم الستات قوي. احنا اتعمل سيرفي للوطن العربي، الستات بتلجا لشد الوجه اكتر في سن اقل من الناس بره. انت عارف بره بداوا يعملوا عمليات شد الوجه دي لما اخترعوا، طبعا الناس عندها 60 سنه و70 سنه. هنا في الوطن العربي ممكن عندها 35 و40 سنه ويبدا يحصل لها ترهل لشكل الوجه بتاعها. ليه؟ دي معلومه مهمه قوي في الفرق ما بين الزراعه وما بين التركيبات عامه. اللي بيخلع اسنان وبيحصل عمليه فيسيولوجيه اسمها بون ريزوربشن، او بيحصل تاكل عضم للعظم بتاعي. طيب انا وشي ده الجلد ده مشدود على ايه؟ على الفكين على الهيكل. طيب لو الهيكل ده بدا يضمر ويقل ايه اللي هيحصل للجلد ده؟ هيبدا يحصل له ترهل. علشان كده المقوله دايما اللي بنقولها ان الفرق بين
يعني بين 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 حد شكله شباب وفي الوش وبين حد شكله معجز هو اسنان مش سنين. يعني هنشوف الفيديو كده. بص شايف التغيير؟ شايف وشها؟ كل ده كل ده بسبب انها خلعت وما زرعتش. الزرع هو الحاجه الوحيده، ما انا لما بحط الزرع جوه العظم ايه اللي بيحصل؟ بيحافظ على العظم، فبالتالي العظم ما يحصلش تغيير. الفرق بين الصورتين دول مش سنين، اسنان. اسنان، وجود اسنان. انا كتير كتير بس كتير جدا من بنات ابص ليها جايه لي ستات، يعني جابت اعرفها معرفه وبتاع، تقول لي انا عايزه احقن فيلر، اقول لي اعمل ايه وبتاع مش عارف الكلام ده. ببساطه شديده 90% منهم مش محتاجين فيلر، 90% منهم بسالهم سؤال كلاسيكي بيستغربوه جدا، اخبار سنانك ايه؟ تقول لي لا ده اسناني بايظه فين اهو، مفيش وخلعه هنا وعامله تركيبه هنا. انا بقى السنه هروح له، هروح للسنان قبل الفيلر؟ اقول له لا لا لا، روحي للسنان الاول وبعدين نشوف بعد كده. هنحتاج نعمل هنحتاج نعمل ولا مش هنحتاج؟ ما بيحتاجوش غالبا، ما بيحتاجوش. تعالى اسمعك بقى سؤال لهاني عفيفي، تعالى نشوف مع بعض. مع الانتشار الواسع لوسائل الاطلاع والمعرفة ووسائل التواصل والانفتاح على كل جديد في العالم، زادت معرفة الناس بأهمية علوم كتيرة كانت شهرتها محدودة زمان، زي تجميل الأسنان اللي كعلم وطب موجود من زمن طويل ومستمر في التطوير وتطوير التقنيات والأدوات. ومع زيادة الرغبة في الجمال والشباب، ما بقاش تجميل الأسنان مرتبط بس بالمشاهير والأثرياء زي زمان. بحسب الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أكثر من 85% من البالغين مقتنعين إن الابتسامة غير الجذابة تخلي الشخص أقل جاذبية للجنس الآخر، وبالتالي بتأثر بالسلب على حياته الاجتماعية وحالته النفسية. ومع الانتشار الواسع للفرع ده من فروع الطب، بتزيد الحيرة في اختيار الطبيب المناسب والصرح الطبي المناسب، خصوصاً إنه علم وطب مرتبط أيضاً بفن وحس وذوق الطبيب ومتانة وفاعلية الأدوات المستخدمة وحداثة الأجهزة. إزاي المريض يختار صح الطبيب والصرح أو المركز الطبي اللي يلجأ له في تجميل الأسنان؟ هغير السؤال حتة بسيطة في زراعة الأسنان، لأن النهاردة في أي فرع؟ في فرع. طب الأسنان يختلف عن كتير، يعني هو مشابه للجراحات؟ هو الجراحة طبعاً، لانه المساله هنا لو اخطا المكان في التعامل مع مشكله السنان هيعمل ديزاستر، هيعمل كارثه. تمام. يعني يمكن مثلا لو حد راح يعمل تخسيس عند حد وغلط، خلاص ما خسش بالظبط، ما هيحصل ايه؟ خد دواء بتاع ممكن يعني ما يكونش افكتيف، بس صعب ان حد يضر حد بدواء يعني. لكن وممكن ممكن، لكن في الاسنان لا فعلا بنشوف مشكله طبعًا كبيره. هما نقطتين مهمين جدا اسال عليهم. الفريق المتخصص اللي هيشتغل لي متخصص ولا لا؟ يعني انا دايما بقول للناس اسالوا على شهادات الناس، ايه المشكله؟ انت مش 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 رايح تتعالج وانت خايف على نفسك، اسال في المكان شهادات الناس اللي بتشتغل ايه. الموضوع بسيط جدا، عشان اتاكد ان الفريق الطبي اللي بيشتغل لي فريق متخصص. تاني حاجه، بعد اذنك اسال وريه، قول لهم وروني شغلكم، انا عايز اشوف الشغل بتاعكم، ويتاكد ان الشغل ده مش من على النت، يعني تاكد ان الشغل ده معمول في العياده. لا ما هو في عليه علامه مائيه، ما هو في ناس بتجيب شغل ناس من بره ويشيل العلامه المائيه ويحط، اتاكد ان الشغل ده موجود اصلا في العياده بتاعه يعني في المركز ده، الشغل ده اتعمل في العياده. انت من حقك تطمن على نفسك. انت قلت جمله جميله قوي عجبتني، زي ما قلت زي ما انا قلت لك ساعتها، انت عجبتني الجمله دي. كلما كان الانسان بيذاكر اكتر او عارف اكتر، كلما ده حمل عليه بيخاف. بيخاف والله، ما حمل عليه يخوفه. يعني اكتر الناس خوفا هم اكتر الناس اللي ذاكروا. عشان كده دايما اقول انه الكلام الحوار الطبي لازم يدار بشكل طبي، لازم يبقى من خلال اطباء، حد يكون فاهم، لانه اللي محدش مذاكر او مش فاهم ابعاد القصه ايه. يعني انا هقول لا اخفى عليك ان انا بدات اعرف كتب الطب الاسنان، يعني بدات اجيب كتب طب الاسنان وده مهم، وذاكرها عشان على الاقل لو حد قال لك معلومه غلط. بس انت مسؤول عن البرنامج. ما بالظبط كده، لو حد قال لك انت معلومه غلط وانت مش عارف، فانت ممكن المعلومه دي تتروج. لكن انت دورك، انت القائم على البرنامج limit. فبالتالي لازم تكون عندك المعلومه على الاقل الصحيحه، بحيث ان ما حدش يقول معلومه مش مظبوطه. وده بنشوفه بقى كتير، لما واحد يطلع مع حد مش اصلا دكتور
ممكن اقول له بقى انا اخترعت مش عارف ايه وانا جبت ايه وانا عندي يعني الحاجات اللي بنسمعها الجديده في العالم. في ناس بتخترع في الطب دلوقتي في كوميديا فاللي قاعد مش فاهم في كوميديات بتحصل. طول ما اللي قاعد مش فاهم اقول بقى اللي انت عايز. ممكن اطلع بكره وانا دكتور جلديه واخترعت حاجه جديده خالص ما محدش عارف انا مين ولا ايه الموضوع. وهتلاقي اللي قاعد قدامك بيسقف ايه جدا بجد يا باشا. ما هو مش معقول عملت كده. معقول انت بدات تعمل كده؟ مش معقول غير ما اعرف اقسم بالله. هو مش فاهم حاجه. هو مش دكتور وما عندوش المعايير الطبيه. هو لا لازم اقول لك ان انت اسعدتني وانا اتشرفت بيك. لا اسعدتني. هو عموما احنا خلصنا. نورتني يا دكتور. اتشرفت بيك. يعني بسعد دائما باللقاء مع ضيفي العزيز دكتور نور الدين مصطفى الصديق والزميل العزيز. كان مبدعا كالعاده وحوارا خارج النطاق التقليدي لكن كله في صلب العلم بتفاصيله. خليكم دائما مع دكتور. اهلا بكم. في كثير جدا من النقاط ما زالت غامضه حول فيروس كورونا. في كثير جدا من المناطق العلمية وطبعا كل الأمال في العالم كله بتتعلق بالأساليب العلاجية. لكن يبقى الشيء المؤكد حتى الآن أن الوقاية بالانعزال، الوقاية بالتباعد المجتمعي، الوقاية بجعل مسافات موجودة بين الناس وبعضها، دي من النقاط اللي لا خلاف عليها واللي أكيد هي الحلول، واحدة من الحلول المهمة جدا اللي بتحمي الإنسان وتحمي المجتمع من هذا الفيروس الغامض. كثير جدا المفاجآت وأيضا المخيف للغاية. هنستمتع النهاردة بلقاء مهم جدا وهنسمع الكثير من التفاصيل حول هذا الفيروس وحول يعني النظرة المجتمعية والطبية حول هذا الفيروس مع ضيفي العزيز أستاذنا وأستاذي طبعا أستاذ الكل القيمة العلمية الكبيرة والأسرة الحية للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور حسام موافي. أهلا بك دكتورنا العظيم. ألو ألو ألو. أهلا بك يا أستاذ. ده إزيك يا أيمن؟ إزاي صحتك؟ الله يخليك. إزاي صحتك يا فندم؟ كورونا دي خلتني توحشني. ده يعني أنت وحشني جدا جدا. لكن طبعا والله عايزين نشوفك ضروري. يعني ربنا يديك الصحه ويخليك. انا عايز حضرتك بقى يعني انا سايب لحضرتك الميكروفون تكلمنا عن رؤيتك لهذا الفيروس، للوضع الطبي، اهم النصايح، اهم النقاط اللي شايفها في مفاجاه بالنسبه للباثوجينيسيس او لطبيعه المرض، رؤيه حضرتك للعلاجات اللي في المستقبل او للاساليب العلاجيه اللي قد تراها، هل هي في المستقبل وربما تتاخر اللقاح او المصل ربما يتأخر نسبيا لكن بعض الأدوية بدأت أساميها تتداول. يعني أنا عايز حضرتك تقول لنا بانوراما عامة لهذا الأمر. بص يا أيمن، أنا هختصر لك الموقف في 3-4 كلمات. اللي بيتعمل صح، يعني كل البني أدمين يسمعوا الكلام، هم الكلام حفظوه وتعمل أغاني وتعمل ديالوجات وتعمل نصائح. في ناس مش مصدقة، لكن أنا بقول لهم كطبيب ومش كطبيب، كأستاذ في كلية الطب متخرج من أكتر من 50 سنة، اللي بتعمل ده قمة الصح. اقعد في بيتك صح، ما تختلطش صح، الناس اللي بيعترضوا على قفل المساجد قفلها صح والكنائس. فده النصائح كويسة جدا. وبعدين فيروس كورونا كأي فيروس المعلومات عنه ضئيلة جدا جدا، يعني حاجة جديدة. احنا عشان نتكلم على تيفود ده بقاله آلاف السنين، وقدروا في الأول ما يعرفوش حاجة ويموت عيانين لحد ما عرفوا هو ايه، طلعت بكتيريا وطلع ان هو له مضاد حيوي وكده. الفيروس الفرق فيه بينه وبين البكتيريا هو ده اللي الناس لازم تعرفه. البكتيريا تقدر تعيش خارج الخلية، البكتيريا تقدر تعيش خارج الخلية، إنما الفيروس ما يعرفش يعيش إلا جوه الخلية. عشان كده قتل الفيروس صعب جدا. شوف توصلوا عارفين علاج، عارفين فيروس سي من إمتى وتوصلوا علاجه إمتى.
احسب كام سنة عدت. فاحنا ما ننخدعش بسرعة بحكاية في دواء طلع وتطعيم طلع، لسه ده كله هيبقى تحت تجارب. لكن اللي نقتنع بيه ان النصائح اللي نازلة نصائح صح وسليمة وتحميك. ومش كل واحد لقط كورونا هيموت، هذا مفهوم خاطئ تماما تماما. هو فيروس زي فيروس H1N1 لو الناس فاكرة، بتاع الطيور والخنازير والسارس، فيروس قاسي شريع الانتشار، نخلي بالنا. انما لا نهمل ولا نزداد يعني نعيش في رعب، لا كده ولا كده. طبعا اللي بيقول لك، اللي بيقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ده راجل ما بيفهمش وده علم وعلم، نقول له لا انت غلطان. احنا كبني ادمين مسلمين واقفين في النص بين قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ومن النص الثاني الاخذ بالاسباب. انت النهارده الجمعه، انت بتقرا سوره الكهف يوم الجمعه الصفحه اللي قبل الاخيره، فاتبع سببا 3 مرات مش مره واحده. فاللي مش هياخد بالاسباب فهو غلطان. واللي يقول ان احنا لما نقول الكلمه دي غلطانين، لا ملوش حق يقول كده بتاتا. فعلا ربنا يسترها، وربنا هو اللي في ايده كل شيء، وان شاء الله تعدي على خير. وهي الناس قعدت شويه في بيوتها يعرفوا نفسهم، لان في ناس كانوا نسي ولادهم، خلي بالك يعني. في ناس بدات تتعرف على، اعتقد ان ده رجعنا يعني العزل او الحظر، رجعنا الى ما كان يعني ما عشناه احنا في السبعينات والستينات والثمانينات. يعني اعتقد يعني كنا بنروح فعلا من الساعه 8 نبقى في البيت، ما نتحركش، نقعد ناكل مع بعض، ما نطلبش اكل من بره، مفيش حاجه اسمها اكل من بره، مفيش مطاعم من بره، احنا ناكل اكل بيتعمل في البيت. الحاجات دي كلها موروثات يعني كانت بدات تختفي، رجعت تاني بقوه في المجتمع المصري. النقطه الثانيه، في واحد صديقي عزيز جدا قاعد في البيت زي حالاتي كده، فبيكلمني امبارح بيقول لي ده انا اكتشفت ان في اوضه زياده في البيت انا مش عارفها. مفاجاه. بيته في اوضه العيال بتلعب فيها وهو مش واخد باله خالص يعني. النقطه المطلوب ايه من الاطباء الشباب لحمايه انفسهم؟ لانه دي نقطه كتير برضو لازم يفهموها. هل الشباب جميع الاطباء الشباب كلهم يعرفوا كيفيه نقل الفيروس؟ عندنا نقل الفيروس كان معتقدين انه بطريقه واحده، طلع بطريقتين، وده اللي خلى الناس تخاف جدا. عندنا حاجه يا ايمن اسمها دروبلت انفكشن. دروبلت انفكشن يعني قطرات صغيره بيطلع فيها الفيروس من صدر انسان ويلقطوا واحد تاني، اذا يا يكح يا يعطس عشان ينقل الدروبلت. وفي حاجه اسمها اير بورن انفكشن، يعني بيجي مع الهواء. هو في الايام الاخيره قالوا ده الكورونا ده اير بورن، يعني بيجي مع الهواء، مش شرط انه ده يتنفس. وبالتالي الماسكات السليمه الماسكات السليمه هي الوقايه لطبيب بيشتغل في هذا المجال، ويغطي هدومه وهو داخل بيته، يقلع اللي لابسه في المستشفى وجزمته، ما يدعكش عينيه، يعني حبذا لو لبس نظاره واقيه وماسك على بقه ومناخيره هيحمي نفسه كويس جدا جدا جدا، وما يختلطش، ويحلل الفيروس. انت عارف طبعا IgM و IgG، يشوف هو ايه فيهم عشان يشوف نفسه هو مصاب ولا لا، عشان ان كان مصاب يتعزل. وعندنا زميلة فاضلة طلعت بوزيتيف وتعزلت، اول سؤال سألته لها انت اتضايقتي في العزل؟ خرجت لما بقت سلبية، قالت لي اطلاقا كأنها قاعدة في بيتي، والدورات المياه نظيفة جدا، والاكل كان كويس جدا. فده اللي الدكتور ياخد باله منه، تحليل مهم جدا عشان اول ما يبقى بوزيتيف يعزل. انما مش كل واحد هيخالط مريض هياخد العدوى اطلاقا، ده مفهوم خاطئ تماما. يعني بننصح بقى المرضى كبار السن، اللي بيغسلوا، اللي بياخدوا كيماوي، اللي عندهم سكر، اللي عندهم اي امراض
اصفر على الجهاز المناسبي يبعده عن الزحمه بقى، يعني فعلا يعصي بيته، حتى اللي بيغسل يبقى ننزل على الغسيل فقط ويرجع تاني ويستخدم الماسكات والجوانتيات والكلام. على فكره دعك العين زي بالظبط واحد كحف وشك بالظبط، لانه ممكن يخش عن طريق الملتحمه في العين. دي النقاط الاساسيه، دول الاكثر خوفا واللي احنا خايفين عليهم قوي، اللي هم بيعملوا رينال داليسيس او الكيموثيرابي او الناس اللي عندهم اميون كومبرمايز ديزيز، يعني او سنه 75 فوق 75 يعني اصل على فكره السن كل انسان فينا يا ايمن له عمرين، عمر حقيقي وعمر طبي، عمر بيولوجي. العمر الحقيقي ده اللي في البطاقه، انت مواليد كام؟ انا مواليد 1/1/45، تبقى سنك 75 سنه. لكن في عمر طبي، انا ممكن اكشف على واحد سنه 40 سنه اقول له لا انت 60 مش 40. فهو حسب حالته الصحيه، يعني في ناس كبار بيتمشوا كويس جدا 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 ولما تشوفه لا يمكن تديله سن. اظن دي حاجه يعني بديهيه والناس كلها عارفاها، يقول لك ده شكله اكبر من سنه او شكله اصغر من سنه، ده السن البيولوجي بقى. عندما يكون السن البيولوجي متقدم، يعني راجل البروسيس بتاعت الايتشنج جت معاه بسرعه قوي، ده يقعد يعامل نفسه كواحد برضو سنه كبير. حتى بقى يعني للمتخصصين شويه، ايه راي حضرتك او رؤيتك للباسوجينيسيس بتاع هذا المرض؟ هل في مفاجآت؟ برضو بعض النقاط مش واضحه لغايه دلوقتي، هل هو لو دخل الرئه ومسك الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه بيعمل ARDS، وهو ده الخطوره في هذا الفيروس. ARDS اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، وده بيحتاج اجهزه تنفس صناعي، وهنا لو سنه كبير او من المجموعه اللي احنا قلناها يبقى شكل الحاله مش حلو، وده يا ايمن نادر جدا جدا جدا، خلي بالك من الكلمه دي، نادر جدا. فكون واحد ياخد الفيروس ويخش على الرئه بيعمل حاجه اسمها ARDS اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، اللي كان زمان اسمها شوك لانج، ودي بتبوظ الرئه، بيحتاج جهاز تنفس صناعي، ويعني ان شاء الله يعدي، بس هي مش حلوه. توقعات حضرتك للعلاج؟ يعني توقعات العلاج هيطلع انتي فايرال زيه زي اي حاجه تانية، بس مش دلوقتي، لسه ما طلعش حاجه. والادويه اللي بتتداول بيقول لك ادويه الملاريا وادويه الروماتيزم والكلام ده، كل ده كلام مش صح يا ايمن خالص خالص. بالعكس، انت قد تؤثر على الجهاز المناعي بطريقه يعني غير سليمه. فمش عايزين حد يفتي، يعني مش عايزين افتاءات كثيره في الوقت ده، وانت عارف بقى احلى وقت للافتاء انت عارف كويس يعني. انا بلاقي ناس بتتكلم في الكورونا اقول له حضرتك بتشتغل ايه؟ يقول لي انا ببيع خضار. خلي بالك. مش عايزين افتاءات، وخلي المتخصصين هم اللي يشتغلوا فيها، وفي ناس بتشتغل فيها في العالم كله، في الصين وفي امريكا وفي ايطاليا، كل الناس بتشتغل فيها. اعتقد يعني في اقل من 60 يوم هيكونوا اكتشفوا تطعيم كويس جدا وعلاج كويس جدا. مش فاكر يا ايمن فيروس سي؟ طبعا كنا اللي يجيله فيروس سي خلاص نترحم عليه. دلوقتي بتعالجه زي دور لوز. وبيرجع 100%، بيرجع كما كان، مفيش مشكله. انا طبعا اشكرك شكرا جزيلا على يعني وجودك معنا الان، والحقيقه مفتقد جدا الحوار مع حضرتك المباشر يعني، ونتمنى ان ده يحصل في اقرب فرصه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الاسبوع ده بقى ان شاء الله نسجل الاسبوع ده ان شاء الله. ان شاء الله، ربنا يكرمك يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا. طبعا ضيفي العزيز واستاذنا الاستاذ الدكتور حسام وافي كان معنا في هذا الحوار كالعاده الجميل جدا اللي مليء بالمعلومات، وفي نفس الوقت اعتقد ان للكل الكبير والصغير اكيد فهموا اللي قاله استاذنا العزيز. يبقى ان انتم تاخدوا بالكم من صحتكم جدا، وتفهموا كويس جدا انه المصادر بتاعت المعلومات لازم تكون موثوق فيها. انت عندك مصادر واضحه جدا، وزاره الصحه المصريه ما بتبخلش بسرد المعلومات، منظمه الصحه العالميه على طول
عاملة يعني مصادر في كل مكان في كل وسائل الإعلام. يعني أعتقد كل المصادر العلمية للدكاترة المجلات العلمية والدوريات العلمية المعتمدة المعروفة هي دي اللي ناخد منها مصادر. أرجوكم السوشيال ميديا احذروها، فهي سلاح خطير للغاية، وهنتكلم عليها لوحدها في حوار قادم. خليكم دايما مع الدكتور.